المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه، ومنها الاطمئنان على اطلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة، وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف، كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطبي المختار، وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية، لأن قلة التكلفة ممكن يكون معناها رداءة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر، وده معناه تكاليف مضاعفة. وأخيراً درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات. أهلاً بيكم، النهاردة يوم مهم جداً في عالم طب الأسنان. هاني قال جملة مهمة، مش بس في عالم التجميل، في عالم التجميل، في عالم الزراعة، في عالم الأسنان كله يعني، هي عدم ربط الموضوع بقصة التكلفة. التكلفة دي ممكن تكون مخادعة لبعض الناس، يعني التكلفة الأقل ليست بالضرورة هي الشيء الجذاب، لأن ممكن التكلفة الأقل يكون قدامها ماتيريال، مواد أقل كفاءة، وبالتالي غير جيدة الإمباكت وغير جيدة المظهر أو الوظيفة. وبرضو المبالغة في التكلفة ممكن يكون وراها شيء أقرب نقول بإيه، بالضحك على الدقون، برضو بفكرة إن أنا بشد الناس بإن أنا الأغلى. لا، المفروض إن التكلفة تكون واقعية ومطابقة للمقاييس العالمية ولعموم العمل. خلينا أقول لكم في التجميل بالذات، التجميل فيه تركات مهمة قوي. على فكرة التجميل غير حياة ناس كتير، أهمهم لعيبة الكورة، وأنا شايف إن لعيبة الكورة من أكتر الناس احتياجاً لتجميل الأسنان. لعيب الكورة بطبيعته تقريباً بيعرض أسنانه لعوامل كتيرة، خبطت كوع هنا، خصوصاً المحترفين كوع هنا، مفيش أسبوع مش هيمر إلا حتة في سنة تتكسر، مش عارف إيه، لعبة عنيفة جداً لعبة كرة القدم. في نجوم غيرت التجميل، يعني مثلاً ديفيد بيكهام قبل وبعد. طبعاً ديفيد بيكهام تخيلوا قبل وهو في 20 ولا 22 سنة، ملوش علاقة بديفيد بيكهام خالص، لكن دلوقتي ديفيد بيكهام السنان لعبت دور، السنان ومعمولة صح ومعمولة بلون مناسب مش أوفر قوي. ده طبعاً التاني، طبعاً كريستيانو رونالدو من أكتر الناس، كريستيانو رونالدو من أكتر الناس اللي استفادت من علاج أسنانهم يا جماعة، استفادوا ليه؟ وإن كان مش شايف اللي هي الأفضل، لكن لأنه صعب فكه، صعب، هو عنده بكر كلودور، عنده الجسم الفك بتاعه أقل من جسم البق، فكان عايز فنان بيعمل له أسنانه، وطبعا عنده الحركة بتاع الشفة الفوقانية دي قوية جدا، فرفع سنان، فكان سهل يبقى عنده ابتسامة لسوية كبيرة جدا. لا، إزاي تعاملوا مع القصة، محتاجة إن احنا نفهم دول عملوا أسنانهم صح. لكن البرازيليين تحديدا لازم يراجعوا نفسهم في موضوع السنان. فيرمينيو نجم ليفربول، لا، عمل اوفر، انا شايف حجم السنين اكبر من الطبيعي شويه. هي كانت قبل كده الدنيا رايحه في حته صعبه، لكن برضو انا شايف ده اوفر في حاجات كتير. برضو غير ده في البرازيل في رولاندينهو، بس كانت اصعب بكتير. بالحقيقه رولاندينهو شايف ان هو معقول شويه، لانه واضح انه عملها في اوروبا، ما عملهاش في البرازيل، لكن كانت طبعا الموضوع في رولاندينهو كانت فيه مشاكل عديده، واضح البرازيليين عندهم مشاكل في سنهم كبيره قوي. النهارده التجميل حوار مثير جدا مع ضيفي، واحد من نجوم عالم الاسنان وعالم التجميل، هيبدا دائما في حواره الشرحي والتفصيلي، وهيقول لي بعض الاسرار، بل كل الاسرار في هذا العالم المثير، عالم التجميل. ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الاسنان، طبعا النهارده ضيفي هو الاستاذ الدكتور محمود حشمت، صاحب زماله تجميل الاسنان من جامعه مانشستر، عضو جمعيه الالمانيه لزراعه الاسنان وعضو جمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان. اهلا بك يا دكتور محمود. زهرك يا دكتور، وحشني جدا. ربنا يخليك. ايه رايك في تجميل الاسنان بتاع البرازيليين تحديدا؟ قبل ما اقول لك، انا عايز ابدي اعجابي بس بالخبرات، بالبقى الكوريدور والضحكه اللاسويه والحركات بتحلل. انا بقيت شاطر قوي، انا بذاكر ما شاء الله قوي والله، بفضل وجودكم معايا، ما انا بسمع منكم بتعلم وبذاكر وراكم. لا حضرتك استاذ، ربنا يخليك. لا لا، في الاسنان انا بقعد اسمعكم يعني. ربنا يخليك يا دكتور. ايه رايك في البرازيليين في تجميل الاسنان؟ والله انا عايز اقول لك، بمناسبه موضوع اللعيبه ده، انا عندي على الاكونت كنت لسه عامل فيديو جايب
اللعيبه دي وكل معظم اللعيبه كان بمناسبه كاس العالم عامل بحلل ضحكه قبل وبعد كل لعيب ان ده اقيمه كام من 10 وده ايه الحلو اللي فيه وده ايه الوحش فيه. انا انبهرت بصراحه من المقدمه لان انا لسه عامل الفيديو ده من اسبوع مثلا جايب صور اللعيبه واحد واحد وبحلل ابتسامتهم. في حاجات طبعا اوفر وفي حاجات زي ما حضرتك قلت زي فيرمينيو مثلا ده ضحكته اوفر. في حاجات بتبقى كويسه. كريستيانو رونالدو اعتقد ضحكته الى حد ما كويسه. الراجل صارف يعني ده. لا ما شاء الله والله صرف ملوش علاقه يعني اكيد فيرمينيو صارف اكيد الناس دي صارفه. وبمناسبه التكلفه برضو بما اننا تطرقنا لموضوع التكلفه ده وحضرتك قلتها برضو في المقدمه ان مش شرط خالص ان ده الحاجه اللي احنا بس بندور عليها. التكلفه مهمه، المجهود مهم، الوقت مهم، بس مش شرط خالص نربط التكلفه زي ما انت قلت بـ 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 يعني ليها علاقه بالجوده يا دكتور ايمن. لان مش عايزين نتكلم قوي في الموضوع ده بس اللي هو ساعات مثلا اكس الزراعه لو بنتكلم على الزراعه والتجميل بتاعي بكام يا دكتور باكس مثلا لا ده في حد بيعمله بنص اكس. طب انت سالت على الماتيريال دي وفي نفس الوقت في اللي بيعمله باتنين اكس. طب ما حرام يعني. الصح في الموضوع ده ان احنا نكمبنسيت يعني ايه؟ يعني نوفق ما بين احسن سعر نعرف نعمله عشان نعرف الوسط خير الوسط الناس تعرف تشتغل وتعمل اسنانها وتبقى مبسوطه وفي نفس الوقت ما نقلش درجه واحده في اي حاجه فيها كواليتي او اي حاجه في جوده الحاجه اللي احنا بنقدمها باحسن ماتيريال او باحسن خامات ممكن نستخدمها. البيشنت او العيان المريض بيدور على ايه؟ على وقت. انت هتخلص لي في وقت قد ايه؟ الشكل هيبقى شكلي حلو ولا لا؟ الوجع هبقى موجوع ولا لا؟ في حاجه مهمه قوي برده بنتسال عليها دكتور ايمن وهي محور او مربط الفرس النهارده اللي عايز اتكلم عليه الديورابيليتي. الحاجه اللي انا هعملها دي هتعيش معايا وقت قد ايه؟ يعني انت هتعمل لي تجميل، هتعمل لي زراعه، هتعمل لي حشو، هتعمل لي تركيبات، هتعمل لي وات ايفر اللي هتعمله، هيعيش معايا قد ايه؟ طيب بيقول لك ايه ده حاجات بتعيش مدى الحياه ويقول لك دي حاجات بتعيش ليها عمر افتراضي. الفينيرز بتاعتنا بتبقى عمرها مثلا 5 سنين وفي اللي يقول لك 10 سنين. طب تقيمها ازاي؟ يعني ازاي حاجه زي كده تتقيم؟ طيب ايه اللي انا اعمله او ايه اللي انا المفروض الدكتور الصح ان هو يعمله في اي بقى مش في التجميل بس في اي تخصص في طب الاسنان عشان اقدر اوصل لاحسن كواليتي في اقل وقت بحاجه تعيش معايا على طول؟ طيب بما اننا بنتكلم على التجميل وعرضنا صور تجميل والحاجات دي كلها فتعالى ناخد ده بالنسبه لنا مثلا اول مثال التحضير. التحضير انت جاي لي دكتور ايمن عايز النبي يا دكتور محمود اعمل لي تجميل. طيب هعمله لك فينيرز ولا هعمل لك كراونز؟ التحضير بتاعي بشكل عامل ازاي؟ هنا بقى الكيس سيلكشن، هنا الدكتور المتخصص. ودايما بنقول ايه احنا عندنا احسن تكنولوجي، عندنا احسن خامات، اشطر مش عارف ايه، الادوات اللي بنستخدمها بنجيبها من احسن حته في الدنيا. في الاخر هتلاقي كل ده ايه بيقول لك اللي بنستخدمها الخامات اللي بنشتغل بيها هو مين؟ الدكتور. فاحنا هنلف ونرجع وهنروح للدكتور. لازم احسن خامات، لازم احسن اجهزه، لازم احسن تكنيكس بنشتغل بيها الاحدث في العالم، بس في الاخر الدكتور هو الاساس، هو المين بتاعنا. طيب التحضير، نرجع تاني لنقطه التحضير. امتى اعمل كراون؟ امتى اعمل فينيرز؟ هتعتمد هنا من حاله لحاله، هتعتمد حاجه اسمها كيس سيلكشن. تعالى نقول ده برده في صور حالات عشان الناس تبقى مترجمه قوي او فاهمه احنا بنقول ايه. حاله زي اللي هنعرضها قدامنا دي، الحاله دي عضتها مظبوطه، مفيش تسوسات في الاسنان الاماميه، اللثه هيلثي، الاسنان هيلثي، كل اللي ما حوالين الاسنان او التيشز او كل حاجه الانسجه اللي حوالين الاسنان سليمه. هنا الكيس دي انديكيتد فور فينيرز. طيب ما هو الفينيرز؟ ما هو كراون سريعا؟ الفينيرز هو ان انا بخدش سطح السنه الخارجي وبحط عدسه عليها شبه عدسه العين بنسميها فينيرز. الكراون هو ان انا ببرد السنه داير ما يدور مش السطح الخارجي بس مع اختلاف درجه التحضير اللي بنعمله في السنه. طيب هل انت من حقك انك تيجي تقول لي اعملي فينيرز او اعملي كراونز؟ لا ولا قولا واحدا. الدكتور لازم يبقى متخصص في اللي هو بيعمله وهو اللي يختار لحضرتك حسب المناسب لحالتك، لان عضه حضرتك ممكن ما تبقاش انت حاسس لا تسمح ان احنا نعمل فينيرز. فانا عملت الكيس الحاله دي طبعا كانت فينيرز. طيب لو حاله ثانيه اتعملت كراونز وحاله كان المفروض تتعمل كراونز تعمل فينيرز، الفينيرز دي مش هتعيش مع حضرتك، الفينيرز دي هتقع على طول. لو انت بتعض جامد مثلا، لو انا بعض جامد بروكسيزم، عندي بروكسيزم، الناس بتجز على اسنانها، في ناس وهي نايمه بتجز على اسنانها، ده نوت انديكيتد فور فينيرز. خلاص ده ما ينفعش انا عشان اشتغل يلا تعالى اعمل لك فينيرز وتقع وجيلي بعد شهرين وقع، جيلي بعد سنه وقع، جيلي بعد سنتين وقع، يبقى احنا بنهزر. تمام الفينيرز ليها
كريتيريا وليها انديكيشنز معينه بتشتغل فيها لو الاسنان الاماميه فيها تسوسات لدرجه معينه. يعني مش عايز ادخلك في تفاصيل طبيه معقده وما نصعبهاش على الناس، بس بيقول لك لو في 70% من طبقه المينا موجوده في الاسنان اتس انديكيتد فور فينيرز، تنفع ليه ان احنا نعملها فينيرز او القشره التجميليه. يعني لو في 70% من طبقه المينا، طبقه المينا الطبقه الخارجيه سلام، ينفع نعمل فينيرز. طيب لو لقيت في تسوس او في تاكل في طبقه المينا دي اكتر متبقي منها نص بس 50% 40% ما ينفعش تعمل فينيرز. طب دي حاجه انت حضرتك كبيشنت او كمريض عمرك هتاخد بالك منها؟ لا بالعكس، ده انت لو دكتور مش متخصص عمرك ما هتاخد بالك منها، مش لو مريض بقى. فدي اتركها للدكتور لو انت واثق فيه. التزاحم بتاع الاسنان او الفروقات اللي بين الاسنان كبيره جدا ولا صغيره بتتقاس يعني ايه؟ برضو معلش هديك مثال تاني طب شويه. بيقول لك الانسبورتد في الفينيرز مفروض لا يتعدى ال 2 مللي. يعني انسبورتد يعني ايه؟ يعني انا عندي السنه اهي والسنه اهي في بينهم مسافه فاضيه، فعندي اللي عندهم فلجه او اللي عنده مسافات بين الاسنان. طيب انا عندي المسافه دي عايز اقفلها، اقفلها بفينيرز ولا اقفلها بكراونز؟ هنا الطب او هنا التخصص او العلم، مش يلا نبرد حضرتك كويسه قواعد. الانسبورتد فينيرز يعني ايه؟ يعني انا هحضر السنه وهحرك عليها فينيرز، فانا لازم هقفل بالجزء من الفينيرز هنا وجزء هنا عشان يقفله. أوكي. الجزء المرفرف من الفينير ده اللي هو بره السنه لا يتعدى ال 2 مللي. طيب فلازم يبقى المسافه دي 4 مللي، ما تتعداش بين الاسنان السنتين 4 مللي عشان يبقى 2 من هنا و2 من هنا. أوكي. طيب لو انا عندي المسافه دي 5 6 مللي ما ينفعش هنا نعمل ايه؟ كراون. طيب تاني شفت قلت لك حاجه بسيطه خالص ممكن ما تاخدش بالك منها، ما انا قريبتي عندها مسافه بين الاسنان وانت عملت لها الاسبوع اللي فات فينيرز، انت غير او انت غير انت في حضرتك فاهم قصدي؟ فهي معايير تانية هترجع تاني للدكتور. طيب هل ده معنى كلام ان هو كل الحالات ينفع تعملها كراونز، كل الحالات ينفع تعملها فينيرز؟ لا. هنا طب لو الحاله تنفع يبقى هنا بنلجا لحاجه اسمها التوث كونزرفيشن. يعني ايه؟ الحفاظ على السنه، ان انا ما بردش في السنه، ان انا ما حضرش في السنه. حضرتك جاي سيكينج تجميل، جاي عايزني اعمل لك تجميل، حضرتك جاي بمسافات بين الاسنان ومش عاجبك شكل اسنانك، الاسنان راكبه على بعض، الاسنان لونها اصفر، وات ايفر المشكله في اسنانك اللي هتتحل بتجميل سواء كراونز او فينيرز. وباي ذا واي الكراونز هي الفينيرز، ذا سيم ماتيريال، نفس الخامه اللي بنعمل منها فينيرز هي اللي بنعمل منها كراونز، فذا سيم ريزلت، نفس النتيجه اللي هتشوفها هنا هتشوفها هنا. بتختلف في ايه؟ في التحضير بتاع الاسنان برضه، عشان في ناس كتير الفينيرز دي بتطلع شكل والكراونز دي بتطلع شكل. بالعكس احنا في بعض الحالات بنعمل بعض الاسنان كراونز وبعض الاسنان فينيرز، ولازم يبقى شكل متطابق، وهو نفس الخامه هي نفس كل حاجه. تختلف بس بطريقه ركوبها على السنه او طريقه لزقها على السنه، بس في الاخر انت في الاخر تضحك. يعني ممكن تشوف حاله زي دي، ممكن يبقوا الاربع اسنان الاماميين او السنتين الاماميين كراونز والباقي فينيرز، او العكس تلاقي كلهم كراونز وفي واحده فينيرز، او كلهم فينيرز وواحده كراون، بتختلف. فبرضه دي لازم تسيبها للدكتور، لان الناس فاهمه ان هو انا جاي اعمل فينيرز، انا عايز اعمل فينيرز من ماده الاي ماكس، ودي هتاخدني الثاني نقطه الماتيريال او الخامه. ده شايف الفرق بين الاثنين؟ الابتسامه اختلفت تماما، الابتسامه بتختلف 180 درجه، اختلف تماما، حياتك كلها بتختلف الابتسامه. انت شفت صور الحالات دي عشان مش يعني هو مبين لك الوش، لو اقدر ان انا اصور وش المريض، بس طبعا ده ممنوع، ما اقدرش غير ان انا اصور البق بس او الاسنان بس. لكن في حالات اللي حضرتك بس كنت جايبها في الاول في لعيبه الكوره لا اختلف تختلف يعني بيكهام قبل بيكهام، رغم ان بيكهام ده عنده 50 سنه وبيكهام القديم عنده 25 سنه بتختلف تماما. عايز اقول لك لما الناس بتمسك المرايه بص يقول انا واحد تاني يعني، ولو في ميل او هي واحده بنت او واحده ست بتحس ان حياتها اختلفت تماما. بتبتدي والله العظيم الناس بتبقى جايه بتقول لي انا بضحك اعمل كده، يعني لما بضحك بتبقى بحط ايديها على بقها دلوقتي انا اضحك، طول ما هي قاعده ما كانت معايا بالعياده بس انت بتتكلم يعني هي عامله لي كده، اللي انا قصدي ان انا افضل بضحك، هي مبسوطه. انت ما بتش متخيل حياه الانسان ممكن تختلف ازاي في الشغل وفي حياته في بيته مع اهله مع صحابه لما لا لايف تشينجينج بطريقه مرعبه. في سؤالين، هل يختلف متطلبات التجميل من شخص لشخص؟ يعني المدير غير الفنان غير السياسي غير المغني غير المعلم. والسؤال الجزء الثاني من السؤال، هل برضو الطلب نفسه بيختلف؟ مين الأكثر طلبا في عالم التجميل؟ سؤالين. كان زمان
الفيميلز او الستات اكتر. حاليا عايز اقول لك والله بنشتغل تقريبا للرجاله اكتر طبعا ستيك دي، بس يعني او خلينا نقول 50-50 او 50-50، ما بقاش كان الاول الستات اكتر اللي بتجري ورا التجميل بكل انواعه بكل صور ومش طب الاسنان بس، بس دلوقتي لا الرجاله بتعمل كل حاجه، بنعمل فينيرز بنعمل كراونز، وبقى هو مهم بالنسبه له في شغله وفي حياته، وان هو يتقدم لقدام ان هو لا شكل ضحكته تبقى حلو، ابتسامته تبقى احسن في 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 بيته وفي شغله، الحاجات دي بتفرق كتير في حياه الانسان لما شاف صحابه وشاف وشاف وشاف، خاصه ان هي حاجه جميله بتغير حياه الانسان لحاجه احسن. فميلز وفيميلز خلاص ما بقاش فيه دي، بقت 50 50 تقريبا، بتختلف بقى من معلم لمدرس لظابط لست لراجل للعيب كوره لفنانين، فبتختلف من شخص لشخص، طبعا بتختلف من شخص لشخص. اللي بيختلف كمان او معايير زي ما انت بتقول الماتيريال او الخامات، ايه احسن خامه في الدنيا؟ الايماكس، الزركونيا، مش عارف الايه، مفيش حاجه اسمها كده. ايه المناسب لحالتي؟ يعني ده السؤال الصح، انا ايه المناسب لحالتي؟ هل المفروض اعمل ايماكس؟ ايه مميزات الايماكس؟ ان هو شكله حلو قوي بس ضعيف شويه، الزركونيا شكلها مش حلو قوي بس قويه جدا بتستحمل في الحالات اللي بتعض، مع اختلاف ان هو كومبوزيت فينيرز. كومبوزيت فينيرز دي جريمه من جرائم الزمن، دي كومبوزيت فينير جريمه من جرائم الزمن اللي لازم يحاسب عليها القانون. دي كوزموتي دي، انا شوف انا عرفتها، انت لو جبتها لي قلت لي دي ايه اقول لك انا. انا عايز اقول ان دي حد مشهور يعني ومحطوط فينير يعني حد اقنع ان هو ده الصح، بس تعالي اعمل لك مش عارف ايه وحلو هيبقى باين حلو ومش عارف ايه والدنيا كده. اتعمل الكومبوزيت فينيرز، عشان الناس اللي مش عارفه الكومبوزيت ده هو الماده بتاعه الحشو اللي هو الحشو الابيض او الحشو الضوئي اللي بيتحط على الاسنان، الدروس الخلفيه في ناس خدت اللون الابيض بتاع الحشو ده وتقعد تعمل بيه طبقه كده على الاسنان الاماميه، ده بيسموه الكومبوزيت فينيرز، بيطلع بالمنظر زي اللي على الشمال ده. طبعا ده مشكلته ان هو فيه فيلرز، طبعا لونه بيتغير بيبقى ضعيف وبيتكسر بيصفر بيعرج او بيبتدي يتخرم كده، مش احسن حاجه، وهو نوت انديكيتد للاسنان الاماميه. فابتدينا طبعا نشيل الكلام ده وعملنا الفينيرز بتاعتنا بالشكل ده. دي بالنسبه لي نقطه الماتيريالز. طيب نقطه زي نقطه الزركونيا، الزركونيا حلوه، الزركونيا كانوا يقولوا لي بلاش نستخدمها عشان شكلها وحش بس هي قويه، لا الزركونيا بقينا نعرف نطلع منها شكل حلو. طب ازاي نطلع منها شكل حلو؟ حاله زي دي العضه بتاعتها لا تسمح ان احنا نعمل اي ماكس، عمل لها اي ماكس، وده باي ذا واي راجل كان خليجي سعودي ومسافر، فقال لك اعملوا اي ماكس عشان يبقى الشكل حلو، ومش عايز اقول كده بس يعني ما هو كده مسافر ده، سيبك بقى من الطب ده حرام. لا يا هعمل الحاله صح ومش هشتغلها، يعني مفيش في الطب فهلاوه بالظبط، مفيش بقى هنتفاول على بعض وهنروح من فوق. بالظبط مفيش فهلوه، في الحياه فهلوه مفيش هنتفاولوا على مين؟ الفهلوه دي كلمه على فكره يعني لازم يجرم من يمشي فيها، الفهلوه بمعنى السيء ليها. حاله زي دي لو اتعملت اي ماكس تجرم فيلير حرام بقى، انت صرفت فلوس، سيبك من فلوس، مجهود وقت انت اولى بيه والمريض اولى بيه. طيب الصح ايه؟ الصح دي حاجه زركونيا. طب هل ده معناه ان الحاله تطلع وحشه؟ لا طبعا تطلع حلوه جدا، وعايز ممكن اوريك حالات زركونيا مش هتعرف ان هي زركونيا، لان الزركونيا بقينا نعمل حاجه اسمها زيركو ماكس. الماكس جاي من اي ماكس، ان انا بحط عليها طبقه اي ماكس، طبقه خارجيه تشبه حلوه، بس الكور نفسه او قلب كراون نفسه او قلب التركيبات نفسها هي زركونيا فتستحمل، لكن الطبقه الخارجيه هي الاي ماكس فبيديها الشكل بتاع الاي ماكس الطبيعي اللي هو بيبقى شكله حلو. طيب انا عايز افاجئك بقى ان مش هم دول الحاجتين بس اللي في الدنيا كلهم اللي الناس بتتكلم فيهم، الزركونيا والاي ماكس، او اللي بيدور في حالات التجميل عشان يشتغل يعمل التجميل في الزركونيا وفي الاي ماكس وفي فيلز باثيك وفي الامبرس وفي واللاف والازرولت وفي مليون حاجه بتتعمل وفي مليون ماتيريال لو الدكتور متخصص في النقطه دي. طيب الوقت ده عامل مهم جدا. انت قلت لنا ان انت بتخلص في جلسه واحده، او احنا شفنا اعلان، او احنا سمعناك، او قريبتي قالت لي ان هو انت خلصت لها وعملت لها تجميل في جلسه واحده، عملت لها زراعه في جلسه واحده، عملت لها تركيبات في جلسه واحده، حشو عصب في جلسه واحده، وات ايفر اي حاجه ممكن دلوقتي تخلص في جلسه واحده. اتكلمنا في الموضوع ده كتير، ان قتل بحسن اي حاجه في طب الاسنان دلوقتي ممكن تخلص في جلسه واحده. هل انا بعمل كده في كل الحالات؟ مستحيل، على حسب انا ممكن اخلص في جلسه واحده وممكن اقعد جلستين وممكن اقعد 3 4 جلسات. طيب ايه اللي بيحدد الكيس سيلكشن؟ الدكتور
وضعيتك انت، وضعيه الحاله ايه؟ وضعيه الحاله ايه؟ الحاله جايه سليمه، اسنان سليمه، اللثه كويسه، العضه كويسه، ما عنديش مشكله في حاجه، مجرد تحضير واخد مقاسات بالكمبيوتر ونسلم الحاله للفينيرز. ده انا ممكن اسلمها في جلسه واحده، هنعمل تركيبه، هنعمل 10، هنعمل بق، كله ده كله ممكن يخلص في جلسه واحده. الحاله لا تسمح ان انا اعمل كده، مستحيل اعمل كده، مستحيل اعمل كده. ليه؟ لو انا جات لي حاله، الحاله دي حلوه قوي، الحاله دي لا اللي فاتت دي، معلش اللي فاتت دي ممكن اللي فاتت دي خلصت في جلسه واحده بس حلوه. ليه بقى؟ الحاله دي مش سهله اللي فاتت، الحاله دي صعبه، الحاله دي تبدو سهله لكن مش سهله. الحاله دي ما فيش حاله سهله بقى. عايز فن يعني. الحاله دي كانت تعتمد اكتر على ضبط مقاسات اللثه او حاجه اسمها الزينس ترينجل والماتيريال اللي استخدمها في الفينيرز والتعاريج اللي تبقى لايقه على وش المريض، لان ممكن نفس الخامه اعمل دي اي ماكس ودي ماكس بس دي بشكل ودي بشكل. التعاريج نفسها اللي بتتعمل لازم تبقى متلائمه، اللاين انجلز اللي بتتعمل، الحفه بتاعه الفينيرايا نفسها او الكراون او التركيبه نفسها، من هنا ازاي تبقى لفه ومن هنا ازاي، امتى تبقى شارب، يعني حفه الفينير دي نفسها امتى تبقى شارب وامتى تبقى نازله بلفه سنه، واللفه دي الديجري بتاعتها ده بنقيسه على الكمبيوتر، تبقى لفه بدرجه 5، تبقى لفه بدرجه 7، فاهم قصدي؟ دي كل حاجه بتختلف، لو غيرتهم في كل الاسنان جنب بعض هتلاقي الشكل اختلف تماما. ده علم، وعلم في تعمق عنيف، انت ازاي تقدر تغير شكل حاله كامله بلفه في السنه، بلفه في السنه دي ولفه في السنه دي. في السمايل ديزاين نفسه ده في ناس بتتحضر فيه رسائل، انت ازاي السمايل ديزاين او تصميم الابتسامه والجولدن بروبورشنز والسنه دي باينه قد ايه من السنه دي والسنه دي باينه قد ايه من السنه دي، ولون بشره المريض ايه، واختيار درجه اللون ايه، وتوزيع الاسنان او توزيع المسافات هيبقى شكله عامل ازاي. ده مش اي حد يعمله، مش اي حد يطلع ريزلت عنيفه بالشكل ده لو هو معاه التكنولوجي دي وهو مش دكتور شاطر، او هو دكتور شاطر ومعهوش التكنولوجي دي. طيب الحاله الثانيه اللي هو طب امتى ارفض ان انا اخلص في جلسه واحده، يعني الحاله اللي انا قلت لك دي خلص في جلسه واحده، دي ما ينفعش تخلص في جلسه واحده. في لسه فيها مشاكل كبيره، اللثه فيها مشاكل، اللثه دي ما ينفعش تتعالج بليزر سريعا، اللثه يعالجها يا ليزر يا جراحيا. تمام، يعني عشان اظبط شكل اللثه الابتسامه اللثويه اللي باينه دي، هنا لو عملت له فينيرز او كراونز على الوضع ده مش هيطلع شكلها حلو، لازم اللثه تتظبط لان هو عنده ضحكه لثويه او شكل اللثه كبير، واللثه زي ما اتفقنا قبل كده ان هو البرواز اللي بيبروز السنين اللي حضرتك عاملها او فينيرز اللي حضرتك عاملها ده. طيب البرواز ده هنعالجه او اللثه دي هنعالجها يا بليزر، هنرسمها بليزر من الاول، يا هنرسمها بجراحيا او بمشرط. تعتمد على ايه؟ بتعتمد على حاله العظم بتاع الاسنان. لازم دكتور او استشاري امراض لثه هو اللي يقرر، مش المريض، مش دكتور التجميل، مش دكتور تركيبات، دكتور اللثه. طيب انا مصر عمال اقول لك مش ده مش ده مش ده عشان انا اقول لك على نقطه مهمه جدا 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 دلوقتي، بس خلينا نكمل لك الحاله دي. الحاله دي بقت من الحاله دي مش في جلسه، ماشي؟ لازم اللثه هنا كانت تتعالج جراحيا، جراحيا، لان مستوى العظم كان في ليفل معين. لو انا عملت بالليزر او انا لو جبت ليزر ورسمت اللثه ايه اللي هيحصل؟ هتتشال وهيبقى شكلها حلو. طيب فين المشكله في حاله زي دي لو مستوى العظم لا يسمح ان انا اشيل اللثه تحتيه بالليزر او فوقيه يعني بالليزر؟ هيحصل حاجه اسمها ريلابس. ريلابس ان اللثه بتقوم راجعه تاني مغطيه لك على الفينيرز الجميله اللي حضرتك عملتها دي بعد حوالي 6 شهور. طيب ده لو ما حصلش الريلابس هتحصل انفلاميشن او التهاب عنيف جدا 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 في اللثه، وبالتالي تاكل في اللثه، وبالتالي تاكل في العظم، وبالتالي الجذور تنكشف، كل حاجه تفشل. وافرح بالفينيرز اللي حضرتك عاملها، او افرح بالفينير اللي حضرتك عاملها. فيلير رهيب، مش عارف بقى مين يشيل ذنبه، فاهم قصدي؟ انا اتصل عليها حاله فيلير دكتور مان، عشان كده والله عمال اصر عليها، بس انا فيلير. الاهمال او التعامل مع اللثه بتهور يدفع الحاله الى فشل بشكل مزري جدا. اللثه ما بترحمش، اللثه دي عامله زي الدببه، سوفت تشو. هي حاجه تقلب، عارف يقول لك ايه؟ قلبه الدب على صاحبه. ايوه الدب تقلب، تولع الدنيا وانت مش درجان، تولع الدنيا والله، نار بتحرق تحت اللثه وانت مش درجان. التكنولوجيا تفيد ام ربما تضر؟ سؤال بطريقه اعلاميه. التكنولوجي بتفيد لدرجه معينه، الافراط
في استخدامها مضر او في الاعتماد عليها جدا او الافراط في الاعتماد عليها. طيب الافراط في الاعتماد عليها ده معتمد على نقطتين، الاعتماد عليها ان انت ما تشغلش مخك ماشي، او ان انت ما تبقاش اصل لك حاجه مثلا حاله اللي كنا بنتكلم عليها دي التكنولوجي هنا الليزر، الليزر بيسمح لي بايه؟ الجراحه مشكلتها ايه؟ ان انا لو اشتغلت بالمشرط وشلت مش هقدر احضر الاسنان غير بعد شهر تقريبا شهر ونص، مش هقدر اقرب من الاسنان تحت اي ظرف من الظروف. الليزر التكنولوجي هنا ساعدتني في ايه؟ هشيل باللسة هبتدي احضر في نفس اليوم واخد مقاسات في نفس اليوم وبدون نقطه بليدنج او بدون نقطه دم. طيب ده جهاز تحفه. طيب استخدام الجهاز ده سهل ولا صعب يا دكتور ايمن؟ سهل جدا. لو جبت واحد مش خريج طب اسنان اصلا يعرف يستخدمه، لانه بيعمل ايه؟ هو بينور الجهاز بيرسم، بيمشي يرسم اللسة بيرسمها بالشكل اللي المفروض هو فاهم هو بيرسمها ازاي. يعني طبعا مش لدرجه ان هو مش اشتغلت طب اسنان، بس يعني انا بحاول اديك فكره ان هو تكنولوجي سهلت الدنيا قوي. فايه اللي بقى يحصل؟ بقى دكتور مش تخصصه لسة يمسك جهاز الليزر ده ويبتدي يرسم بيه اللسة. طيب هنا استخدام الـ 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 الافراط في استخدامها زي ما قلنا في ان انا بستخدمها استخدام خطا في حاله خطا، انا ضريت التكنولوجيا انا ضرت ما فادتش. يعني هي معموله عشان تسهل عليا الدنيا، لو حاله تسمح ان انا استخدمه لها هستخدمه لها، بس لو انا هستخدمه لها في حالات معينه يضر لا ما اشتغلش، ما اشتغلش الحاله. لو الحاله طب حاله مسافره عشان بتيجي كتير حالات مسافره، انا مسافره ما اشتغلش، لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتيجي اجازه ونعرف نشتغل نشتغل. الطب ما فيش حاجه اسمها مسافره مع الطب دي بالظبط، عشان انا الموضوع ده بيقرقني. لا 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 الموضوع يقرق اي حد، اصل الطب ما فيهوش انا مسافره. المسافره دي تقال مثلا مع بدله بجيبها، مع طقم انتريه بصنعه فانا مسافر ومستعجل عليه، مع ميك اب بشتريه، لكن في الطب اي حاجه ممكن استغنى عنها في وقت من الوقت. انت جبت ما عجبكش وجبت بدله وما عجبتش هترميها هترميها هترمي صحتك يعني. لكن هترمي صحتك دايما نقول ايه؟ هنعمل حاجه في صحتنا هنعملها مره واحده بس نعملها صح جدا، وخصوصا لو تجميل، وخصوصا لو حاجه تجميليه. ما هو انا برده مش صح ان انا جاي سيكينج تجميل، انا جاي اعمل تجميل، جاي اعمل حاجه تفرحني. لما بعد ست شهور سنه اندم ان انا عملت كده يبقى حرام، يبقى ما يصحش. فدي قصه الوقت هنا، امتى استخدم التكنولوجي في ان هي تساعدني في الوقت، وامتى لا لازم ابعدها عن العيان او لازم ابعدها عن المريض ان هو ده غلط ليك، هنستخدم حاجات تانية مفيده لحاجه زي كده. طب الدكتور نفسه اللي هو بيلف بقى ويدور، هو المتحكم في كل القصه دي، الحاله دي حاله ممكن باظت على حاجه اتفه مما يمكن. دي معموله؟ دي معموله، دي كراونز، دي تركيبات. دي حد عملها؟ دي حد عملها مش انا اكيد. انا عارف دي جايلي كده. هي جايه كده، جايه كده من دكتور تجميل ولا دكتور ايه يعني؟ انا مش من المفترض يعني ما لناش دعوه، ده كارثه. جايه من دكتور سنان ماشي. طيب الحاله دي مشكلتها ايه؟ بغض النظر ان التركيبات شكلها وحش جدا، ايه الفلجه دي؟ هي دي بقى، انت عارف ان دي مشكله المريض. انا اصلا شكل التركيبات مش عاجبني، يعني حتى لو هم ضموا على بعض شكل التركيبات والكريتيريا وشكلها الطبيعي ولونها ورسمتها وكل حاجه وحشه وترتيبه السنان. بس عايز اقول لك ان المريضه قالت لي انا حتى ده ما كانش عاجبني وتقبلته، كانت السنان قافله يا دكتور، مره واحده بعد فتره لقيت السنان بتفتح، لقيت حصل لي الفلجه دي، ما كانتش معموله كده لما الدكتور سلمني التركيبات. الله الله. طب ايه اللي حصل؟ تبتدي هنا بقى ايه؟ ترجع لايه؟ للطب. هناخد ميديكال هيستوري، هناخد منك تاريخ مرضي، انت كنت احكي لي كده في ادويه بتاخديها، عملتي ايه في اسنانك، عملتي ايه، عمليه، عملتي حاجه في فكك، عملتي اي حاجه. طلعت المريضه دي زمان كانت مركبه تقويم، وفكت التقويم بعد ما فكته راحت للدكتور. الدكتور طبعا قبل ما يشتغل ما خدش منها ميديكال هيستوري، قام عامل التركيبات وقال لها هنعملهم لازقين في بعض جمال وعشان يمسكوا بعضيهم كده. حصل ايه بعد التقويم؟ لازم بنعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها ريتينر او المثبت للتقويم ده، مركبش لان هو عمل التركيبات، مش هترجع الذاكره بتاعت السنان لحالتها الاولانيه. الله اكبر، هو ده اللي حصل، السنان بدات تفتح تاني، رجعت بالمنظر ده. طيب الحل يا دكتور؟ التركيبات للاسف اللي حضرتك تعبت فيها، بذلت فيها مجهود، بذلت فيها وقت، بذلت فيها فلوس، لازم هتتشال وهنعيد تاني التركيبات دي، زين هنعمل سبلانتنج او هنعمل ريتينر مثبت للاسنان دي لفتره من الزمن، وهنبتدي نفولو اب او نتابع واحنا محافظين على تركيباتنا بشكل حلو. سيبك بقى من هي التركيبات اختلفت تماما، الشكل بقى احسن بكتير، عالجت المشكله اللي في اسنانها. طب الفلجه دي لو هي تقبلتها يعني خلاص انا تمام موافقه ان هي يبقى عندي المسافه اللي بين الاسنان دي، هل ده صح؟ غلط، لان ايه اللي حصل ببساطه ممكن حاجه ما تاخدش بالك منها،
ان العضه اتغيرت. ما هو السنه دي متعوده ان هي تعض صح، والسنه دي والضرس ده كل ده بيرحل، فهتبتدي اماكن الاوكلوجن او اماكن الاطباق اتغيرت بحركه الاسنان. هل ده صح؟ ده ياثر على مفصل الفك بعد فتره من الزمن. فالحاجه هنعملها مره واحده بس، نعملها صح. السؤال الاخير في عجال، وان كان ده عايز حلقه كامله، فريق العمل، دور فريق العمل ايه؟ ده عايز حلقه، ده مهم قوي. ودي 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 الموضوع اللي كنت اخر حاجه اكلم حضرتك فيها، هو الفريق الطبي. طب ما انت دلوقتي قلت لي، معلش في عجاله كده حضرتك، انت دلوقتي قلت لي يا دكتور محمود ان انا لازم استشاري جراحه لثه يبص عليا، ولازم دكتور تركيبات، والدكتور اللي بيعمل حشو عصب مش هو اللي بيعمل التركيبه بعد حشو عصب، والدكتور الحشو ده واحد. طب وانا ايه؟ انا مثلا عشان اعمل في درس حشو عصب هروح لدكتور متخصص في حشو عصب، وبعدين انزل اروح لدكتور تركيبات، وانا اعرفه منين اصلا؟ ولا هعمل كده ازاي؟ هنا هنرجع لنقطه الفريق الطبي، ان حضرتك ما تروحش للدكتور عيله او دكتور اسنان، لازم المكان يبقى متخصص في طب الاسنان، في حد بيدير الموضوع ده بكفاءه عاليه جدا، مع طقم استشاري كفء جدا في كل مجالات او كل اقسام طب الاسنان، فيقدر ان هو يبقى مراقب اللي حضرتك بتعمله ده عند استشاري العصب. هتخرج من عنده تروح في نفس المكان، بتروح تصور الاشعه بتاعتك، تطمن ان كل حاجه كويسه، تعمل الحشو بتاعك، تروح لاستشاري التركيبات، تروح لاستشاري التجميل، حاله زي حاله التجميل اللي احنا قاعدين بنعرف فيها، وبتشوف المنظر النهائي الرهيب الجميل ده. الحاله دي بيشتغل فيها دكتور واحد؟ لا طبعا، ده دكتور تركيبات ودكتور تجميل ودكتور لثه ودكتور حشو ودكتور عصب لو السنان الاماميه محتاجه عصب. في مثلا اربع خمس دكاتره بيشتغلوا في الحاله دي، وكلهم ناس استشاريين، او كل واحد متخصص بيخش يعمل الجزء اللي هو شاطر قوي 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 فيه، وما بيعرفش يعمل غيره، بيعرف بس هو متخصص في دي قوي، فهيعمل دي احسن من اي حد في الدنيا، وده بيكمل وده بيكمل بناء على تريتمنت بلان، او بناء على خطه علاجيه محطوطه مظبوط للحاله دي. نورت. بصير ربنا يخليك. ضيف العزيز، واحد من الاسماء البارزه جدا في عالم الاسنان، وواحد من المبدعين في المجال ده، الاستاذ الدكتور محمود حشمت، صاحب زماله تجميل الاسنان من جامعه مانشستر، عضو الجمعيه الالمانيه لزراعه الاسنان والجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، واحد من نجوم عالم الاسنان في مصر، كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا في عالم طب الاسنان. هذا العالم المثير يبقى شيء مهم جدا في الكلمه الاخيره، تجميل الاسنان ما بقاش رفاهيه، بقى ضروره مهمه جدا عشان الإنسان يعرف يشوف شغله ويعيش حياته. خليكم معنا في الحلقة. احنا ما نقدرش نقول ان الحول نفسه مرض وراثي. الحول مشكلته ان هو بيدي للإنسان مظهر غير حقيقته. علاج الليزك اللي حاول الأطفال ده أوبسوليت، ممنوع. الحالة الوحيدة اللي يمكن عمل فيها الليزك لطفل، الفرق بين العين دي والعين دي أكبر من إن النظارة تقدر تتحكم فيه. علاج الحول في الكبار نسبة نجاحه كبيرة جداً. الأستاذة الدكتورة نرمين بدوي، رئيس قسم طب وجراحة العين كلية الطب، أستاذ طب وجراحة العيون، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسكو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأوروبية لطب عيون الأطفال، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحول. في معظم الحالات يكون الحول عند البالغين ناتجاً عن الحول غير المعالج في الطفولة، كما يمكن أن يحدث الحول عند الكبار بسبب مشاكل عصبية وتغيرات في العين مرتبطة بالعمر مثل اعتام عدسة العين. يظهر الحول مع التقدم في السن ويسمى الحول المكتسب، وبعض هذه الحالات من الحول تحدث نتيجة لضعف الرؤية في إحدى العينين أو في كلتيهما. فهل يمكن معالجة الحول مع ضعف الإبصار بالليزك في وقت واحد؟ أهلا بكم.
عالم الحول هذا العالم المثير في طب العيون، دايما بستغرب لما بشوف انه في نجوم في السينما، مش بس السينما المصريه، في السينما العالميه مصابين بالحول بالفعل. والغريب انه في السينما المصريه كل المصابين بالحول انا بشوفهم كمان يعني اخذوا قدر كبير من العبقريه والتميز، مرورا من اول عبد الفتاح القصري الله يرحمه ويحسن اليه، راجل العبقري المبدع ده، مرورا بقى بالمبدع الاخر علي الشريف. علي الشريف ده قصه وموال ما خدش حقه خالص، وصولا الى مبدع اخر هو المنتصر بالله، ربنا يرحمهم جميعا. وفي السينما الامريكيه في ناس كتير رغم تقدم الطب في العالم كله كانوا عايشين عندهم درجه من درجات الحول، منهم مثلا باريس هيلتون، هذه المليارديرة المشهور باريس هيلتون، غير كمان انها عندها نجومية، لا هي عندها فلوس فلوس كتير. روبن توني برضو عنده درجة من درجات الحول، عندها درجة من هايدي كلوم، كل دول نجمات عندها درجة. كريستيان بيل يعني ده من كريستيان بيل عندها درجة، هايدن كريستين، كل دول عندهم درجة من درجات الحول. وريني زيلوجر برضو نفس الكلام، كلهم عندهم درجة من درجات الحول. طب تركت لماذا وهل كان ينبغي التعامل معها ولا هي ده مش كان حول باين برضو ده تصوير؟ ده هيبان في كلامنا، لكن خلينا الأول نرحب بضيفتي العزيزة التي تبدع دائما في حوارها، ودائما منتظر هذا الحوار لأنه مش بس بيكون على الحول، هو بيكون عن العيون كلها، لأن الحول دائما أقول عليه الأب الروحي لطب العيون. دايما حالة الحول بيجي مع حاجة تانية، كسل في العين، قصر نظر، وخصوصا في الكبار طبعا المبدعة دائما والقيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتورة نيرمين بدوي استشاري طب وجراحات العيون، أستاذ طب وجراحات العيون ودكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسكو، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات عيون الأطفال والحول، والجمعية الأوروبية لطب وعيون الأطفال. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك. أنا دايما أقول على الحول أنه أب الروحي للعيون، صحيح؟ هو زي ما حضرتك قلت أنه اللي هيفحص حالة حول هو لازم هيفحص كل حاجة في العين. يعني أنا لو جالي مريض عنده حول ما ينفعش أقيس زاوية الحول وقرر أن أنا هعالج الحول وانتهينا بعملية الحول أو بالنظارة اللي هتصلح الحول من غير ما أفحص كل حاجة في عينه، بدءا من القرنية في الأمام، مرورا بالعدسة، مرورا بشبكية العين، حتى أعصاب العين بيتم فحصها. فإلا ما بنشوف حالة حول الطبيعي أنه لازم يتعمل فول إكزامينيشن للعين كلها. هو سؤالي وسؤال كل الناس، هل عملية الحول تؤثر على نظر الطفل أو على نظر الرجل البالغ؟ ما هو ممكن تعمل في طفل وممكن تعمل في الرجل الكبير. تمام، هو السؤال ده بيجي لنا كتير قوي من الأمهات، إن هي تدخل وتسأل أنا ما عنديش مشكلة أعمل لابني عملية الحول بس هي هتأثر على نظره ولا لا؟ الحقيقة السؤال ده بيتسأل بشقين أو بناحيتين. الأول الناحية العلمية بتاعته إنه هل فعلاً عملية الحول بتأثر على نظر العين ولا لا؟ الحقيقة إن عملية الحول ملهاش علاقة بالعين، زي ما احنا عارفين إنه العين الرؤية فيها عن طريق مجموعة من العدسات، يعني القرنية، عدسة العين اللي بيوصلوا الصورة للشبكية علشان نقدر نشوف كويس. الحقيقة عضلات العين ملهاش علاقة بمجموعة العدسات اللي بتسبب لنا الرؤية، عضلات العين وظيفتها الوحيدة تحريك العين، وإحنا لما بنيجي نشتغل على عضلات العين في عمليات الحول إحنا مش بنلمس العين، فبالتالي عملية الحول ملهاش تأثير مباشر على النظر، إلا إن طبعاً في حالات كتيرة لازم يتم فحص النظر، لأنه ممكن يكون الحالة نتيجة حول تكيفي نتيجة طول نظر، فلازم يتم فحص النظر. وطبعاً حالات الحول ممكن تؤدي إلى كسل العين، ده التأثير الوحيد اللي ممكن يبقى للحول على نظر العين، لكن العملية نفسها ليس لها تأثير على النظر. لكن هي طبعا ممكن تحسن مجال الرؤية، لما بنشوف binocular single vision أو بنشوف بعينينا الاثنين أكيد مجال الرؤية بتاع العين بيبقى أفضل من أن يبقى في عين من الاثنين منحرفة عن العين التانية. وبالتالي عملية الحول ما نقلقش منها على نظر الطفل. عمليات الحول من أكثر العمليات أمانا، لأن احنا بنسميها extraocular surgery، يعني هي خارج العين، هي مش عملية intraocular، مش جوه العين، هي عملية في الأنسجة أو العضلات اللي حوالين العين،
وبالتالي ليس لها تأثير على نظر الطفل إلا بالأفضل، سواء تحسين مجال الرؤية أو منع حدوث كسل. السؤال الثاني كيس، يعني جايبة بعتلي كده بتقول أنا بعاني من الحول، هعمل ليزك، أنا معرفش برضو يعني سن قد إيه، وأعمل أي عملية الأول؟ عايز تعمل الحول ولا الليزك يعني؟ طيب، هو طبعا يبقى احنا كده هنفترض ان الحاله دي فوق ال 18 سنه، لان احنا اكيد مش هنعمل ليزك لحاله تحت ال 18 سنه. ناكد على النقطه دي، الاكيد احنا قلنا في حلقه قبل كده بالتفصيل لا يمكن عمل الليزك في الاطفال، لا يمكن عمل الليزك في الاطفال تحت اي ظرف من الظروف، واحنا ما قلناش لا يمكن عمله، احنا قلنا دي جريمه ان احنا نعمل ليزك لطفل. فاحنا هنفترض ان الحاله دي فوق ال 18 سنه ونظرها ثابت بقاله سنه، يعني عشان نخلي بالنا برضو من النقطه دي، ان احنا لما بنتكلم عن الليزك او لما بنيجي نعمل عمليه دايما الناس بيبقوا اولادهم مستعجلين عايزين يقلعوا النضاره الطبيه، وبيبقوا جايبينهم يلا هو كمل 18 سنه فلازم نعمل له الليزك. احنا بنعمل الليزك بعد سن ال 18 عشان يكون حصل ثبات في النظر، وعشان اتاكد ان حصل ثبات في النظر لازم اقارن مقاسات الطفل ده لغايه 18 بنعتبره طفل السنه دي والسنه اللي فاتت، لو لسه في تغير في مقاسات نظره احنا ما بنعملش الليزك. وبالتالي احنا هنشوف حاجتين، لو حضرتك اللي عندك قصر نظر يبقى حضرتك هتعملي العمليتين منفصلتين عن بعض، ملهاش علاقة احنا هنعمل ليزك امتى او الحول امتى، الا اذا كان قصر النظر اللي عندنا شديد مسبب كسل في العين، فلازم الاول نتعامل مع كسل العين ونشوف هنتعامل معاه ازاي، وهنحل المشكلة سواء بالنضارة او بالليزك، وبعد كده نشوف ده تأثير ده على زاوية الحول قبل ما نشتغلها. الحالة التانية اللي ممكن يأثر فيها النظر على عملية الحول، إنه حضرتك يكون عندك حول تكيفي مش حول حقيقي، بمعنى إن حضرتك عندك طول نظر، وطول النظر ده اللي بيسبب تكيف العين إن يحصل حول أنسي. وساعتها الناس بتستغرب قوي إن هي تيجي أنا عايزة أعمل عملية الحول وعايزة أقلع النضارة، فبنقول لهم لا، الحول اللي عند حضرتك ده مش حول حقيقي، ده حول تكيفي، وبالتالي زي ما بيختفي بالنضارة بمجرد ما هتعمل الليزك برضه هيختفي، فمش هنحتاج للعمليتين. فساعتها بتعمل الليزك ونشوف الوضع النهائي ايه، وبعد كده بنعمل عملية الحول اذا كان في احتياج ليها. التخوف دايما من الجروح، فدايما سؤال الجرح ده سؤال له قيمة، هل عملية الحول تسبب جرح كبير؟ هو ده برضه اعتقاد خاطئ، ان عملية ان اي عملية هيبقى فيه جرح وهيبقى فيه غرز وهيبقى فيه منظر disfiguring أو مشوه يعني للجسم بطريقة أو بأخرى. اللي الناس لازم تعرفوا إن الجرح في حالات الحول ما بيبقاش لا خارجي، يعني ما بيبقاش في الجلد حوالين العين، ولا طبعا زي ما قلنا في العين من جوه. الجرح لو احنا شفناه دلوقتي هيبقى الجرح لو احنا شايفين البياض بتاع العين بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بياض العين، بيبقى الجرح في كيس بلاستيك شفاف، لو هنقدر نقول التشبيه هو غشاء رقيق اللي اسمه الملتحمة. فوق البياض بتاع العين ده هو ده اللي بنعمل فيه فتحة في حدود 3-4 مليمتر، ده حديثا يعني في أنواع من الجروح فعلا ما بتتعداش الحجم دوت، بندخل منه للعضلات اللي احنا عايزين نشتغل عليها مايكروسكوبيكلي، لان الجراحه دلوقتي بقت مايكروسكوبيك او باستخدام المايكروسكوب، نوصل للعضله نشتغل عليها. حتى الصوره دي احنا عشان نوري بيها بس العضله بتاعه العين شكلها ايه تحت الغشاء ده، لكن حتى الجرح ده الجرح القديم الجرح الكبير اللي كنا بنعمله في الملتحمه، حتى ده ما بقيناش نعمله دلوقتي، هو زي الجرح الأول عبارة عن جرح صغير بندخل منه للعضلة ونخرج تاني، بيتقفل بغرزة واحدة. الخيوط دلوقتي بقت يعني dissolvable، هي بتدوب لوحدها، فمش بنحتاج حتى ان احنا نفكها، وخلاص بتبقى العين شكلها سليم جدا من بعد الجراحة مباشرة، وما بيبقاش فيها غير شوية احمرار بسيط، لكن ما بيبقاش فيه جرح ولا بيبقى له أثر بعد العملية. الرسالة برضو جاي لنا بتقول ابنها عنده ارتخاء في الجفن وعنده حول، تمام، وبتسأل هتعمل العملية دي قبل دي ولا دي قبل دي ولا الاثنين مع بعض؟ لا، هو احنا مش هنعمل العمليتين مع بعض، احنا قلما بنعمل اكتر من بروسيدور في وان سيشن يعني، لكن هو ده بيعتمد على سبب الحول وبيعتمد على سبب ارتخاء الجفن.
يعني حالة زي اللي احنا شايفينها دي مثلا بتبقى حالة نتيجة شلل في العصب الثالث. شلل العصب الثالث، العصب الثالث بيغذي جفن العين وبيغذي عضلة العين الداخلية أو اللي هي اللي بنسميها العضلة الأنسية أو الميديال ركتس أو العضلة اللي بتحرك العين لجوه. فلما بيصاب العصب الثالث بيؤدي إلى حول خارجي وبيؤدي لارتخاء في الجفن. ساعتها لو احنا صلحنا ارتخاء الجفن قبل ما نصلح حول العين بيؤدي لحاجة اسمها ديبلوبيا أو ازدواجية في الرؤية، لأن احنا بنرفع الجفن العين تقدر تشوف لكن العينين مش في نفس الاتجاه، فبيحصل ازدواجية في الرؤية. ففي الحالة دي الأفضل ان احنا نصلح الحول وبعد كده نصلح ارتخاء الجفن علشان نتجنب الازدواجية. ممكن تبقى حالة تانية ان طفل عنده ارتخاء في الجفن وارتخاء الجفن ده عمل كسل في العين فأدى الحول. في الحالة دي احنا المفروض نصلح الأول ارتخاء الجفن لأن هو سبب كسل العين ونعالج كسل العين، وبعد كده بعد ما نوصل صورة مظبوطة من العين للمخ ونتأكد ان كل حاجة سليمة نبتدي نتعامل مع زاوية الحول النهائية. لكن ما ينفعش نصلح الحول قبل ما نصلح المسبب اللي سببه. ايه هي متلازمة دوي؟ اوكي، هي فعلا بيجي لنا حالات كتيره جدا مش فاهمين اصلا ايه. يعني هو بيجي يقول لي انا اتقال لي ابني عنده دوين بس ما حدش فهمني ايه الدوين ده. هي متلازمه دوين دي عباره بمنتهى البساطه عن مشكله بتصيب اعصاب العين، هي مشكله خلقيه بتصيب العصب السادس اللي بيغذي العضله الخارجيه للعين. فالطبيعي ان المفروض العضلة الداخلية والعضلة الخارجية زي ما احنا شفنا في الفيديو كده ان العضلات دي هي اللي بتحرك العين. احنا عندنا عينينا كده لو قلنا تشبيه بسيط زي في الاتجاه الداخلي والخارجي زي راس الحصان، انا ماسكه بالجمين علشان الحصان ده يبص لقدام لازم الجمين دول يبقوا شدين زي بعض. لو واحد منهم شد زيادة عن التاني يحصل يا حول داخلي يا حول خارجي. في حالة دوين للأسف العصب اللي بيغذي العضلة الخارجية بيحصل فيه عيب خلقي، فالعضلة الخارجية تغذيتها بتيجي من العصب الثالث اللي بيغذي العضلة الداخلية للعين. ففي أوقات كتيرة جدا لما بيتم استثارة العصب الثالث العضلتين بيشتغلوا مع بعض فبيشدوا العين لجوه زي ما احنا شايفين كده، بنحس ان في عين غطسانة وعين التانية طبيعية، وده عشان كده بيسموه دوين ريتراكشن سيندروم. يعني ان العين بيحصلها ريتراكشن او دخول لجوه، بالاضافه الى ان علشان العضلتين شادين مع بعض بطريقه هي مش الطبيعيه فبنلاقي العين ساعات بتحدف لفوق ساعات بتحدف لتحت على حسب اتجاه العضله الاقوى. فبالتالي المشكله في مشكله متلازمه دوين ان هي عيب خلقي في العصب السادس اللي بيغذي عضلة العين الخارجية والعصب الثالث اللي بيغذي العضلتين بدل ما يغذي عضلة واحدة. طب ده ليه علاج جراحي؟ خلينا نقول ان حالات كتيرة جدا من حالات دوين ما بتحتاجش علاج جراحي لانها ببساطة دوين سيندروم بيسبب ايه مشاكل للطفل. هو اول حاجة ان هو بيسبب حاجة بنسميها abnormal head posture، يعني اتجاه راس الطفل ما بيبقاش اتجاهه طبيعي، هو عشان عينه ما بتتحركش فبيضطر يعوج راسه يمين او يعوج راسه شمال علشان يقدر يجيب للمخ من العينين صوره من عينين متوازيتين. بالاضافه الى ان زي ما قلنا ساعات العين بتحدف لفوق او ساعات بتحدف لتحت، وبالتالي ده برضو بيسبب يا اما مشاكل في الرؤيه يا اما بيبقى شكله مش لطيف للطفل لما بيبقى بيشوف حد أو بيكلم حد. حالات دوين لازم يتم فحصها وبحرص شديد جدا علشان نعرف إيه الحالة اللي محتاجة جراحة ولا مش محتاجة جراحة. الحاجات اللي بتستدعي إن احنا نعمل جراحة لمتلازمة دوين إن احنا يبقى عندنا abnormal head posture زي ما بنقول حركة الراس مش حركة طبيعية لأن ده كمان بيأثر على عضلات الرقبة وبيأثر على عضلات الراس، بالاضافه الى ان يبقى في اب شوتينج او داون شوتينج ان العين تبقى بتحدف لفوق او بتحدف لتحت وده بيسبب مشاكل للطفل. ففي الحاله دي برضو ممكن يتم علاج الموضوع جراحيا. في حاجه مشهوره جدا جدا بس الناس ما بتعرفش عنها معلومات دقيقه وهي رقرقه العين، ان العين تبدا تتهز. تمام.
هزه السواد بتاع العين ده او رقرق او نستجمص ايه سببه؟ ايه القصه بتاعته؟ هو زي ما حضرتك قلت هي النستجمص او الرقرقه دي هي عباره عن اهتزازات دوريه بتحصل في عينين في الغالب العينين الاثنين نتيجه مشكله يا اما مشكله في الجهاز العصبي المركزي او نتيجه مشكله منع رؤيه للعين في سن صغير جدا، يعني زي الحالات اللي بيجي لها مياه بيضاء في سن صغير قوي، فده بيعمل حاجه بنسميها ديبريفيشن او حرمان للعين من المؤثرات اللي بتخلي العين يتم نموها بشكل طبيعي. وهو ليه انواع كتيره جدا، رقرقه العين ممكن تبقى راسيه او افقيه او يحصل له سايكلو او ديفيشن بحيث ان العين تلف بالورب كده. ففي الحالات دي بيتم التعامل برضو مع الحاله على حسب نتائجها. الاهتزاز نفسه الجسم بيقدر يتعامل معاه، الطفل مش بيشوف زي ما الاهل كتير بتخاف الصوره بترقص، لا مش شرط، هو بيشوف صورة مقبولة وبيقدر يتعامل معها، إلا إن في حالات بيبقى الاهتزاز ده من الشدة إن الطفل ما بيقدرش يشوف في الاتجاه الطبيعي في الاتجاه الأمامي. في حاجة بيبقى اسمها النال بوينت أو نقطة الصفر في الاهتزاز، ممكن يبقى الطفل ده نقطة الصفر بتاعته على اليمين شوية أو على الشمال شوية، لكن لما يجي يبص لقدامه بيحصل اهتزاز في الرؤية، فهنلاقيه دايما عاوج وشه علشان يجيب العين في نقطة الصفر أو نقطة عدم الاهتزاز. وبالتالي هي دي الحالة اللي ممكن نعمل فيها جراحة للطفل علشان ننقل نقطة الصفر دي أو نقطة عدم الاهتزاز ننقلها للجزء الأمامي من مجال الرؤية، علشان لما يبقى بيكلم حد يبقى باصص له، يبقى باصص للي قدامه، ما يبقاش دايما عاوج وشه يمين وشمال. فمش كل حالات الرقرقة بيتم التعامل معها جراحيا، والأساس إن احنا نشوف إيه سبب الرقرقة ونتعامل معاه قبل ما نتدخل جراحيا. لكن الحالات اللي بيبقى عندها اتجاه في الرقرقة في مكان أكتر أو أقل من مكان، هي دي اللي ممكن يتم التعامل معها جراحيا. والجراحة ممكنة وجيدة النتائج، ونتائجها بتبقى ممتازة وبتغير حياة ناس كتير فعلا. لو طلبت منك أن ترسلي رسالة تريد أن تغيري بيها مفهوم خلاص ضايق المجتمع الطبي ضايقك، الحول بيرجع، ده لازم يتغير. ياريت ياريت، لأن في ناس كتيرة جدا، يعني أنا في ناس دلوقتي بتجيلي العيادة هي ما بتسألنيش الحول بيرجع ولا لأ، هي بتسألني هو هيرجع إمتى. فيعني السؤال إحنا هنعمل ليه جراحة لو هو هيرجع؟ فياريت نفهم إن عملية الحول لو تم أخذ المقاسات بتاعة زاوية الحول ومعرفة أسباب الحول ودراسة أسبابه وكشف أي نوع حول مستتر موجود في العين وفحص العين بطريقة مظبوطة، إن شاء الله ما فيش حاجة اسمها الحول هيرجع إمتى. دي أكذوبة، دي أكذوبة لازم تزول من دماغ الناس أرجوكم، لأن ده بيأخر ناس كتير جدا. ودايما ساعات مطلق هذه الأكذوبة ليس الأب والأم، ولكن حد في العيلة بيعتقد في نفسه أنه عنده معلومات طبية، فبينبري هذا الشخص واثق من نفسه غالبا، اللي بيودي ناس كتير في داهيه في حاجات كتيره جدا في حياته، وطول عمره كده يعني الناصح المنيل بستين نيله، يعني اللي هو مش ناصح امين، لا ده الناصح اللي بيودي الناس في ستين داهيه، اللي هو ايه ما تروحش تصيف اليومين دول للمصيف في قروش بتاكل الناس، فالناس تقعد تنكبت ولا بيروحوا ولا بيجوا، ما تعملش المشروع الفلاني ده بيخسر، ما تشتريش بالحاجه الفلانيه اصلها بتبوظ، ما تعملش التحرك الفلاني اصله غلط، ما تروحش تزور فلان لسن ده بيحسد، فتلاقي في الاخر هو محلك سر والحياه محلك سر حواليه، ولا بيقدم ولا بيأخر وبيأخر كل اللي حواليه. نورتي وشرفتي وابدعتي في العزيزة ضيفتي العزيزه الخبيره العلميه الكبيره في عالم العيون الاستاذ الدكتوره نرمين بدوي، الاستاذ طب وجراحات العيون، استشاري طب وجراحات العيون وصاحب الدكتوراه طب وجراحات العيون بكليه الطب وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه وزميل المجلس العالمي للطب وجراحات العيون والجمعيه الامريكيه والاوروبيه لطب عيون الاطفال. نورتي وشرفتي الناس الحلوه، خليكم على سلام.
الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم. ساعات تبقى المشكلة الطبية نقدر نقول عليها مشكلة ذات فروع، عصابة باللغة البلدي، متبقاش فرد واحد، لا ده عصابة لها زعيم ورئيس لكن لها معاونين. لو بنقول العصابة النهاردة مين؟ أقولك الشخير رئيس العصابة. الشخير مرض، مشكلة في الجهاز المتعلق بالأنف والحنجر والحلق، مشكلة الشخير. طب مين أفراد العصابة؟ كان زمان أفلام بتاعت زمان بقى تلاقي إيه أستاذ محمود بليجي رئيس العصابة وفي بقى توفيق الدقن معاه وفي مش عارف مين بقى الأفراد في العصابة. ممكن تلاقي مثلا الحساسية موجودة وتنفع والله رئيس عصابة، الربو، برونك الأزمة تلاقي موجودة، صعوبة التنفس، فتلاقي الإنسان عنده طول اليوم قاعد مش قادر ياخد نفسه كويس، في أوقات معينة بيجيله كمان عطس كتير وحساسية وبتاع راينيتس، بالإضافة كده بالليل بيشخر، يصحى من النوم هو ما خدش أكسجين على مدار اليوم، الراجل ده زي ما بيقولوا كده محروم من الأكسجين. العصابة ممكن تتبقى يعني تتشعب فتبقى بقى يعني عصابة دولية اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم، متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، تلاقي معاها بقى إيه ضربات قلب بتضطرب، ضغط بيعلى، مع الشخير كمان كل شوية أصحى من النوم مش قادر أخد نفسي مطروب، أفتح الشباك أشم هواء أحاول أرجع تاني للمسألة، كل ده بيحصل في توقيت واحد. المتلازمة دي أو العصابة دي بتصعب التعامل مع الحالة، لأن أنت يعني في المشهد المشهور جداً بتاع الأستاذ سمير غانم ده بنقوله في الطب كتير قوي، جه يظبط الجاكيت البنطلون ضرب، جه يظبط البنطلون الجاكيت ضرب، فأنت داخل تظبط عايز تظبط الشخير، ما أنا خايف وأنا بظبط الشخير لا قدر الله يحصل حاجة في دخول الهواء، الأمور تبقى أوفر كوريكتد، فلاقي كافيتي كبير تحول من كافيتي صغير لكافيتي كبير، الكلام ده علميا هنتكلم فيه النهارده. إزاي أتعامل مع أفراد العصابة الأخرى في التخدير، القلب اللي بدأت يحصل فيه أريزميا. هنا قصص مثيرة هنسمعها النهاردة في عنوان اسمه الشخير، غالبا ليس فرد حرامي ولكنه عضو في عصابة وقد تكون العصابة دولية، كلام مثير جدا هنفسره بالتفصيل النهاردة مع ضيفي العزيز الاسم المتميز للغاية في هذا العالم والقيمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، استشاري العلاج بالليزر، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، والأستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم الاسم القدير. اهلا بك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن. الشخير فرد يعني مجرم منفرد كده هجام ولا عضو في عصابه قد تشمل الحساسيه والربو؟ الشخير هو رئيس العصابه، الشخير هو زي ما بيقولوا زي ما حضرتك قلت كده، الشخير هو اللي بيظهر كل شيء، بيطلع كل شيء، بيطلع المستخبي زي ما بيقولوا، لان زي ما حضرتك قلت كده الشخير قصته كلها في مجرى التنفس، الأنف وفي الحلق. الأنف والحلق هي المدخل بتاع الهواء. مدخل الهواء ده يعني مدخل الأكسجين. الأكسجين ده هو إكسير الحياة. يعني من غير أكسجين نتنفسه مفيش خلية في جسم الإنسان هتمشي مظبوطة كوظيفة. عشان كده موضوع الشخير لما يبقى معاه مشكلة في الصدر زي أزمة زي ربو زي حساسية زي ضيق في الشعب، الموضوع بيظهر ويستفحل ويبان كأن يبقى إيه ماجنيفايد، بيبقى كبير جدا. عشان كده كتير جدا احنا من مشكلتنا في يعني لما يجي لي عيان ساعات كتير جدا بيبقى عد على دكتور واثنين وثلاثة دكاترة صدرية، يروح مثلا هناك يقول انت ما فيكش حاجة،
انت الصدر بتاعك كويس، شويه التهابات صغيرين، لكن روح شوف ما فوق موضوع الصدر. النفس شكله عامل ازاي، الجيوب الانفيه شكلها عامل ازاي، الخنقه بالليل شكلها عامل ازاي. وعاده بتبقى المشكله مركبه، يعني في حساسيه في الانف ممكن يبقى في حساسيه في الصدر بتظهرها اكتر، لكن لما يبقى في شخير وزي ما بنقول الاناتومي او الشكل التشريحي بتاع الانف والحلق فيهم مشكله، بيظهروا موضوع الربو جدا، والربو يظهر الشخير كده. عشان كده انا عايز اقول بقى الجمله المهمه في الاخر، عشان كده علاج الشخير في وجود هذه الامراض المزمنه بيريح الامراض دي جدا. ليه؟ احنا عندنا في الطب زي ما حضرتك عارف يمكن، ودي كانت مشكلتنا دايما مع المهندسين، المهندسين 1+1 عندهم يساوي 2، احنا ما عندناش كده. احنا عندنا 1+1 يساوي 3، 1+1 يساوي 5. يعني ممكن تصلح حاجتين في 5 حاجات تصلحها بالظبط كده. يعني انا عندي مشكله انف ومشكله يعني مشكله شخير ومشكله صدر، دي بتظهر للموضوع بنسبه 150%. طب انا لو صلحت الشخير ممكن الصدر تلاقيه اتحسن، اتحسن جدا. بدل ما هو عام، لانه في حالات صدريه ملهاش دخل جراحي، دي حالات طبيه بالظبط. فانا لما اصلح له الشهيره، اصلح له دخول النفس، اصلح له كميه الاكسجين اللي داخله، ينام مستريح، الهواء داخل مناخيره متفلتر وسخن في الشتاء، سائع في الصيف، هيريح الصدر. فانا بريحه بطريقه اندايركت او طريقه يعني غير دغري، يعني اندايركت، واخد بال حضرتك ازاي؟ عشان كده دايما نقول الحالات المركبه دي لما بنصلح منطقه الشخير ونصلح الانف ونصلح الحلق بيتصلح الصدر على طول. البوجي مان ده تعبير اسطوري مشهور في الكتب الكرتونيه، خوفوا الاطفال يقولوا انا اجيب لك البعبع بوجي مان. البعبع بالنسبه للتخدير هو الاوبستراكتيف سليب ابنيا او متلازمه انقطاع النفس اثناء النوم او صعوبه دخول الهواء، هنشوفها دلوقتي. دي لما بتدخل، طب ما هو 80-90 ما اعرفش كام في المية، بس اكيد في ارقام مسجلة من الناس اللي عندهم شخير عندهم سليب ابنيا. طبعا السليب ابنيا حضرتك درجات، ودرجات الشخير احنا عندنا 3 درجات للشخير، تمام كده. الاخر درجة اللي هي الاوبستراكتيف سليب ابنيا سيفير او مودريت او مايلد، او يعني خفيفة او متوسطة او شديدة. المشكلة كلها عندنا ان المشكلة كلها بتبقى في مجرى التنفس. طيب مجرى التنفس، السؤال الشهير يا دكتور، ده انا اساسا مجرى التنفس عندي مخنوق بسبب الشخير. طب سبب الشخير وهتعمل لي عمليه في مجرى التنفس اللي اساسا التخدير بيشتغل فيه؟ هنا الحقيقه كانت دي يعني زي ما بيقولوا مسار جدال بيني وبين ناس كتير جدا في يمكن من 20 سنه، لان انا كنت بعمل عمليات الانف والحلق كوان سيتنج في عمليه واحده، وده كان يعني بلاقي الكلام ده ما كانش منشور وكان كلام جديد على ناس كتيره، فكانوا ازاي تعمل عمليه في الانف يعني تسد الانف وتعمل عمليه في الحلق وفي نفس الوقت في تخدير، انت كده العين هتخنق. هما مش واخدين بالهم من حاجه مهمه جدا، مش واخدين بالهم ان انقطاع النفس بسبب مشكله في الحلق. بمعنى ان انا ايه؟ بمعنى ان انا التخدير اللي بيبقى فيه مشكله في وجود انقطاع النفس بسبب المتلازمة الشخير دي، أنا بشيل السبب ده بالعملية. ببساطة الحلق اللي بيبقى ضيق في متلازمة انقطاع النفس، الضيق اللي بيعمل مشكلة في التخدير أنا بزيله في العملية. عشان كده كتير جدا من عمليات الشخير بيبقى دكتور التخدير قلقان جدا فيما بعد العملية، يقول لي أنا العيان هيبقى صعب إن احنا نخدره وصعب إن احنا نفوقه. أقول له لا، ليه؟ لأن أنا بشلك المشكلة الأساسية بتاعة التخدير بتاعتك وبتاعة الخنقة، إن أنا بوسع الحلق، سواء كان بإن أنا بشيل لوز، سواء كان إن أنا بعمل توسيع لسقف الحلق، بعمل تجميل لسقف الحلق، ولا بشد عضلات الحلق، فأنا بوسع لك الدنيا. عشان كده كتير جدا من الحالات أو كل الحالات بعد العملية تبص تلاقيه قام، قبل كده كان بيتخنق وهو مستلقي على ظهره، خارج من العملية قاعد في الإفاقة نايم على ظهره بياخد نفسه بدون أي مشكلة. ودي هي زي ما بنقول النهاو بتاع عمليات الشخير مع التخدير. هقف قدام عمليات اللوز، هي ضروري إنها تتعمل في الشخير؟ ده سؤال مهم الحقيقة، وده سؤال الحقيقة ناس كتير جدا بتسألني فيه، لما يبقى مثلا جاي لعيان عنده 60 سنة، عيان 70 سنة، وأقول له وبيتخنق بالليل وهو نايم،
وابتدي اشرح له اقول له احنا هنعمل كذا، لان طبعا من حق المريض على الطبيب ان هو يشرح له العمليه وبالتفصيل. فطبعا ابتدي اقول له هنعمل كذا في الانف، هنعمل كذا في الحلق، والحلقه هنعمل فيه تجميل لسقف الحلق وفي اللهاء، وهنعمل شد العضلات الحلق، وهنعمل شد العضلات سقف الحلق، وهنشيل اللوز. كل اللي انا بقوله يمشي زي الفل، يتقبله الا اللوز. يجي عند كلمه اللوز في موروث ثقافي عند الناس اللوز في الكبير ده يبهدل، ده يبهدل الدنيا. يجي عند موضوع اللوز والاقيه امن على الكرسي كده واتعدل وبص لي قال لي يعني لازم اللوز؟ يعني انت سبت كل اللي انا قلته قبل كده وانت مش عارف اساسا اللي انا قلته ده صعب ولا سهل ولا هيعمل ايه، وماسك في موضوع اللوز؟ طبعا ليه حق، لان زي ما حضرتك قلت كده انت احنا شايفين قدامنا طبعا عمليه كوبليشن. كوبليشن وعمليه اللوز. اللي الناس ما تعرفوش وانا عايز اوصله ان عمليه اللوز اللي هي جزء اساسي من عمليه الشخير، ممكن اعيد الجمله دي تاني بعد اذنك؟ عمليه اللوز جزء اساسي من عمليه الشخير. ما لا 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 يمكن عمل عمليه شخير بدون استئصال كامل للوز. ليه؟ لان اللوز مشكلتها في موضوع الشخير اقل حاجه حاجتين، الحاجه الاولانيه الترهل، والحاجه الثانيه التضخم. الترهل زي التضخم بالظبط. يعني ايه؟ يعني لوز مترهله، يعني العيان وهو نايم بتروح مدلدله ببساطه كده وقافله مجرى التنفس وهي قد كده، ويجي اي عيان يجي يقول لي ده انا ما عنديش لوز، ما بتجيليش اللوز، ورحت ل50 دكتور انف واذن قبليك محدش قال لي فيك لوز، اقول له طب انا عارف، لان انت محتاج متخصص في جراحات الشخير عشان عينه تبص على اللوز ويشوفها شكلها عامل ازاي وقافله مجرى التنفس ولو حتى نص سنتي. دي نمره واحد. التضخم سهل، تضخم لوز متضخمه قافله مجرى التنفس فلازم تتشال. طيب هو السؤال انت بتشيلها ليه؟ اللوز الى جانب ان هي سواء مترهله او سواء متضخمه بتقفل مجرى التنفس بتساعدني بدرجه 100% ان انا اعمل شد وتوسيع لمجرى التنفس. وهو ده زي ما بنقول ايه بقى الكي بتاع عمليه او المفتاح عمليه الشخير وصعوبه عمليه الشخير واختلاف عمليه الشخير ما بين واحد لواحد. هتشد قد ايه؟ هترفع سقف الحلقه قد ايه؟ هتعمل شد العضلات الحلق قد ايه؟ هو ده السؤال. هتشيل جزء من عضله معينه جوه الحلقه دي؟ الكلام طبعا ما ينفعش احكيه للمريض، لان بقول له ببساطه تجميل، بشيل اللوز، بشد عضلات الحلق، جمل سهله يقدر المريض يعني اوصلها له بسهوله. لكن انا عشان اقول له العضله الفلانيه بشيل منها 2 سم في الجزء 2 مللي في الجزء الاولاني و3 مللي في الجزء التحتاني، واروح جايب العضله دي شددها مع العضله دي ولازقهم في بعض عشان يشد لي مجرى التنفس بتاع البوستير فارينجال وول او مجرى التنفس اللي هو بتاع الحلق. كلام في منتهى الدقه وخبراته لازم تبقى عاليه جدا. اذا اللوز المعلومه بقى اللي انا عايز برضه اوصلها للناس، اسهل ما في عمليه الشخير استئصال اللوز. اسهل ما في ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي بتتشال كلاسيك، يعني الحاجة الوحيدة في عملية الشخير اللي هي بتتشال بطريقة سهلة جدا، وأي دكتور نايب صغير بيشيل لوز، فدي أسهل حاجة. لكن ما بعد شيل اللوز هي دي الخبرة وهي دي التقنية وهي دي المفتاح عمليات الشخير ونجح. كتير من الناس اللي بتعاني من الشخير تحديدا يبقى عندها كومبلين اخر وهو رائحه الفم الغير جيده، ودي حاجه محرجه اجتماعيا بشكل كبير. اكيد بالظبط كده، والحقيقه الكلام ده يعني كان الناس تيجي تتحرج جدا تقول لي الجمله دي. تتحرج تقولها وناس كتير جدا ما تقولهاش الا لما انا حتى اواجهها. يسبب ساعات لانعزال اجتماعي. ده مش انعزال بس، ده بنات كتير جدا بترفض الزواج وترفض الخطوبه الا لما تحل المشكله دي. مشكله يعني مشكله حضرتك لا تتخيل ممكن تعمل ايه في واحده ست او واحده بنت بتدمر حياتها. الحقيقه بخبراتنا في السنين العشرات السنين اللي فاتت الحقيقه وجدت ان وجود اللوز المزمن حتى لو المريض ما بيشتكيش بيها بيعمل التهابات المزمنه لوحدها
مع وجود المخاط لفترات وسنين طويلة جدا وتراكم الكلام ده كله جوه منطقة الحلق وخاصة في فترة الصحيان من النوم السبب الأساسي للرائحة الكريهة. طبعا لما أقول ريحة كريهة في الفم ناس كتير جدا بيبقى عندها مشاكل في السنان، تسوس، مشاكل في اللثة، مشاكل في حاجات كتير، بس ما بتبقاش مزمنة. الكلام ده اسبوعين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة يعمل سنان. الديفرنشال دياجنوزز واحتمالات كتير. بالظبط كده. ساعات السنان بتطول الحقيقة. اكيد. ساعات بس بتطول. بس بيصلح سنانه بتتعدل. لكن لما عيني يجي يقول لي انا بقالي سنتين كل يوم. وله اسباب تانية، الجرد مثلا ممكن يؤدي. بالظبط. الجرد اللي هو ارتجاع المريء. فكل الكلام ده احنا بنعمل له اكسكلوجن او بنعمل له. وفي ريسبيراتوري يعني مشاكل في الجهاز التنفسي زي اللانج ابسس كرونيك. بالظبط. كونكريكتسس. كل الكلام ده بنعمله اكسكلوجن او بنحيده بنستبعده في الاول، وبعد كده ابتدي اشوف يعني لازم اساله عندك مشاكل في الرئه، عندك مشاكل في الصدر، عندك مشاكل في الجهاز الهضمي، عندك مشاكل في السنان، عندك مشاكل في اللثه، عندك مشاكل في مناخ. كل الكلام ده لازم نعمله استبعاد الاول. يقول لي لا لا ده انا عالجت ورحت وعملت اشعات على صدري وعملت اشعه مقطعيه وشفت اسناني وشفت ومفيش فايده. خمس سنين على كده. ففعلا رائحه الفم الكريهه طبعا من الاسباب القويه جدا الملازمه لموضوع الشخير. وبالحل على فكره انت عارف حضرتك ان العيان الرائحه الكريهه ده بيتحسن امتى؟ بعد عمليه شخير. تاني يوم. تاني يوم بعد 24 ساعه، مع ان في الدعامه في مناخيره، مع ان في العمليه لسه معموله امبارح، يقول لي ما بقاش في ريحه. ليه؟ السبب الاساسي راح، سواء كان حاجتين، سواء كان لوز بما فيها من بؤر صديدية والمخاط المتراكم الموجود الصبح بسبب انسداد الأنف. عايز أروح بقى للحاجة مهمة قوي في يعني دايما إحنا بنجيب سيرة الشخير بنربط نقول الراجل بيشخر ومراته متضايقة، دايما نقول كده. بس في سيتويشن معين فكرت فيه إنه ممكن يكون الاثنين موجودين بنفس المشكلة، الزوج والزوج الاثنين بيشخروا. طب لما يجوا الاثنين هنعمل لمين الأول ولا نعمل الاثنين مع بعض؟ ابتسمت ليه؟ ابتسمت لان الحالتين بتوع النهارده اللي هنشوفهم النهارده دول يعني زوج وزوجته جايين من السعوديه والاثنين بيشخروا. ولما كشفت عليهم الحقيقه هو كان جاي وضحك عليها، قال لها ايه؟ قال لها تعالي معايا انا هعمل اروح اعمل عمليه الشخير، وهي كانت رافضه رفض تام. تعمل اي عمليه؟ تعمل اي عمليه للشخير. ليه؟ لان هي الحقيقه كان عندها مشاكل صحيه، كان عندها ربو وأزمات حساسية. حساسية. وكان عندها مشكلة كبيرة جدا ومرعوبة من العمليات. وراحت هناك يعني المستشفيات كبيرة جدا وقالوا احنا ما نقدرش نعمل العملية ليك لأن انت عندك مشاكل في الصدر اللي احنا كنا نتكلم عليها في أول الحلقة. فهو قال لها تعالي معايا تقفي جنبي مش عارف ايه وبتاع، وجه وعمل العملية. وعمل العملية أول يوم. أول يوم. تاني يوم الصبح لقيته جاي لي، تاني يوم الصبح على طول، أخبارك ايه يا أستاذ سعيد؟ قال لي زي ما انت شايف انا زي الفل ونايم كويس ومفيش شخير. وهي اللي قالت لي انت احكي لي كده اخباره. قالت لي والله ده انا مش مصدق، امبارح عمل عمليه والنهارده كويس ونايم بليل كويس ومفيش شخير ومفيش اي حاجه ومتحسن وعايز نخرج ونروح نتفسح. وبيقول لي اعمل عمليه. قلت لها والله بصي انت شايفاه، ايه رايك في المنظر ده لو انت عملت العمليه؟ قالت لي لا هو لو كده اعمل العمليه. وفعلا تاني يوم عملت العمليه فعلا وتحسنت الحمد لله. وطبعا الخوف من الرب كل الكلام ده بيبقى ليه عندنا زي ما بنقول بريكوشنز واحتياطات بنعملها لمريض الرب ومريض الخنقه وكل الكلام ده بالاحتياطات مع التخدير اللي بنحطه فوق راسنا لان هو اللي بيشيل الحقيقه القصه دي كلها. لما بناخد ندي الحاجه حقها بنشوف النتائج الحمد لله. انت اسعدتني بهذا الحوار الرائع. من الحاجات اللي بتحسن جدا في الشخير المنطقه دي الوجنتين والمنطقه بتاعه المثلث الوجه، لان الانفلاماتوري رياكشنز اللي بتحصل بسبب وجود السكريشنز بتاثر على المنطقه دي. فمن الحاجات المهمه لانه في كتير من الناس دي حاجه نعمل لها حلقه جايه بتروح لدكاتره التجميل عشان تاخد حقن نضاره، هي القصه انها تعالج موضوع الشخير هتلاقي النضاره رجعت لهذه المنطقه. ضيفي العزيز القيمه العلميه القديره الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم استشاري الانف والاذن والحنجره واستشاري العلاج بالليزر وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم والاستاذ الزائر من مستشفى رويال كير بالخرطوم كالعاده اسعدتنا ونورتنا. اشكرك دكتور ايمن، خليكوا دايما مع ناس حلوه.
ما عملت العملية أنا يوم السبت وشافت التحسن. طبعاً هي رافضة العملية لمشاكل صحية كانت متواجدة عندها، ضغط وسكر ومشاكل في الصدر ومشاكل في الأكسجين، نقص في الأكسجين كذلك، كان عندها ربو وحاجات مشاكل كثيرة، فما كانت تتحمل البنج، ولكن تشجيع الدكتور لنا وتشجيعنا إحنا أنا لها وافقت تعمل العملية. في السعودية رحت البروفيسور وكان موافق يعمل لي العملية، لكن المشكلة في الوقت، الوقت مشكلة. أما زوجتي ما تطرق إن لا تحتاج عملية أو زي كذا. أنا لما سواها بعبد الله شجعت وعدي نسوي في العملية وهو شجعني. كيف مرة تعبانة أنت هنيك، أنا أقدر أنام طول الليل وأنا أعاني، أنا شوية وصحى شوية، يعني أقوم أنا مخنوقة مرة ما أقدر أتنفس. يعني الحمد لله حس يعني تحسن، يعني باقي فيه من العملية فرع عملية وهذا، بس الحمد لله يعني حسن أول كثير فرق معي. أنا ما أخذت لا بخاخات ولا علاجات حقت رب ولا لا حتى الحين الحمد لله، إن شاء الله أني ما أستخدمها. الحمد لله نتشجع أن فينا نخبة من الدكاترة الممتازين في مدينة القاهرة، وكذلك فيه في الإسكندرية، اللهم لك الحمد أن عندنا دكاترة ممتازين وعلى قدر كافي أساتذة ممتازين، الحمد لله رب العالمين. من هو المسؤول عن اكتشاف حجم العضو الذكري الحقيقي للطفل؟ دور الطبيب ودور الأم دور محوري ومهم جدا. كان في حالات ما كانش لها أي أمل خالص، لا بالعلاج ولا بالجراحة، فكنا بنقف. ممكن الراجل ما يبقاش عنده حيوانات منوية خالص ونعمل حقن مجهري ويخلف. ده اللي خلانا دلوقتي ما نقولش عقم، بقينا نقول تأخر إنجاب. دلوقتي واحد اتجوز، فتح بيت، ظلم مراته، دخل في مشكلة كبيرة قوي عشان محدش شخصه بدري ومحدش لحقه بدري. الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والأمراض التناسلية بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والحقن المجهري مركز خصوبة. عام 1973 تم اختراع أول دعامة هيدروليكية لعلاج ضعف الانتصاب، ومنذ ذلك الوقت ومع التقدم العلمي المتزامن مع زيادة معدلات ضعف الانتصاب نتيجة للظروف البيئية والصناعية ونمط الحياة، اعتمد استخدام الدعامات لأي شخص يعاني من ضعف الانتصاب ولا يستجيب للعلاج الدوائي، سواء كان بسبب مرض مزمن مثل تلف الأعصاب والأوعية الدموية الطرفية المصاحبة لمرض السكر وتصلب الشرايين وغيرها من الأسباب المؤدية للضعف غير مستجيب للعلاج الدوائي. فما هي أبرز أنواع دعامات القضيب؟ وكيف تتم عملية زرع دعامة القضيب؟ اهلا بكم. بلا شك موضوع الضعف الجنسي موضوع في منتهى الاهميه، وخلي بالكم انا من عشاق التاريخ، فدايما بحب اقرا كيف تطورت الصناعه الطبيه والتدخلات الجراحيه عبر التاريخ. لكم ان تتخيلوا ان اول دعامه فكر فيها طبيب في التاريخ البشري كانت في القرن 16، والطبيب دوت كان اسمه امبريوس باري، ده كان طبيب فرنسي، عمل دعامة مكونة من مواد خشبية أو أنابيب خشبية، مش عشان الضعف الجنسي، وعملها عشان في اللي ضحايا حروب في الوقت ده، عشان الحفاظ على موضوع المكتيوريشن، عشان التبول. المحاولة الأولى فعلا بالفعل لزراعة الدعامة كانت سنة 1936، طبيب روسي اسمه نيكولاش بوغروس، وده بدأ يفكر في عمل دعامة باستخدام ضلع ركب، بس النتيجة ما كانتش جيدة في الوقت ده. في سنة 50 أمريكي بقى اسمه إسكاردينو ده استخدم مادة مصنعة قام بتصنيعها وزراعتها في العضو. في 52 سكوت وجودوين نشروا أبحاث حول تطوير المادة دي، لكن بالفعل سنة 66
بدأ دكاترة يطوروا الموضوع ده في القصر العيني أو في مصر، على يعني رأسهم طبيب تجميل هو الأستاذ الدكتور البحيري. البحيري ده أسطورة عالم التجميل، وده طور صناعة الأستاذ الدكتور جمال البحيري. طبعا كل الناس عارفين مين الدكتور البحيري في مصر. عمل أول زراعة دعامة في العضو الذكري، واستخدم مادة البولي سيلين في الموضوع ده. سنة بعد كده بقى يعني في 73 سكوت هو أول من وضع البرنسبل الأساسية لزراعة الدعامة بشكلها القريب مع التطوير اللي حصل في السنوات الكتيرة اللي فاتت. شايفين العلم مسكتش العلم طول السنين اللي فاتوا حوالين أنه يبحث عن تطوير، لغاية لما وصلنا إلى درجة عالية جدا في التطوير الخاص بالدعامة، إيمانا من كل المدارس العلمية عبر من سنة 36 لغاية دلوقتي بأنه ضعف الجنسي في وقت من الأوقات الحل الوحيد له هو تكوين دعامة. تعالوا نقرب من الموضوع ده بشكل دقيق جدا في 2022 و23 ونفكر مع بعض إيه هو الضعف الجنسي مع ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الذكورة طبعا اللي بسعد دائما بوجوده معنا، الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والتناسل بكلية طب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والمدير ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمراكز خصوبة الاسم الكبير. منورنا يا فندم، شرف كبير لينا. أهلا دكتور أيمن، وأهلا بالسادة المشاهدين. كنت شايف حضرتك يعني مستمتع بالتاريخ. أكيد لأن طبعا يعني التطور في الأجهزة الطبية أو الحاجات اللي بتفيد البشرية دي حاجة جميلة جدا، وفعلا احنا مرينا بتطورات لغاية ما وصلنا للدعامات الحديثة دلوقتي. طبعا الضعف الجنسي مشكلة طبية مهمة جدا، ولذلك دايما هنتكلم على شيئين مهمين. أولا ماذا أو كيف نعتبر أو متى نعتبر أن هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي، ده أول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، أسباب الضعف الجنسي الأكثر شهرة. موضوع الضعف الجنسي احنا امتى نقول ان الشخص ده يعاني من الضعف الجنسي؟ احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بداية او استكمال العلاقة الجنسية بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجة في اكتر من 80% من مرات العلاقة الزوجية. يعني احنا عندنا 20% من المرات او المحاولات ده ممكن يبقى فيها مشاكل او ما تتمش بالشكل المرضي، ودي ما فيهاش مشكله خالص لان دي تغيرات بتعتمد على الحاله النفسيه والظروف والكلام ده كله. لكن لو احنا الاغلبيه بتاعت العلاقه والموضوع ده كانت مش تامه او مش مظبوطه، لا احنا بنقول ان المشكله عندنا في ضعف جنسي في الموضوع. الضعف الجنسي يعني زمان كان معظم الاسباب بتاعته بيتوقعوا انها اسباب نفسيه، لدرجه ان هم كانوا بيصنفوا 80% من الاسباب اسباب نفسيه و20% فقط هي اسباب عضويه. مع بدايات يعني أدوات الفحص أو الأشعات الجديدة أو الحاجات الطبية الحديثة بدأنا نشخص الأسباب العضوية اللي ما كانتش باينة، فترفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50% و50% الأسباب النفسية. موضوع الضعف الجنسي غير مرتبط بسن وغير مرتبط بوظيفة معينة أو سلوك معين، لكن كل الأعمار معرضة للضعف الجنسي. لكن لوحظ أني مع زيادة السن النسب بتاعت الضعف بتزيد، لدرجة أنهم اتربطت بالسن، بمعنى أنهم قالوا عند سن أقل من 40 سنة ممكن نتكلم في 20%، بعد 40 سنة تبدأ النسب تزيد، يعني عند 50 سنة توصل ل 50%، 60 سنة 60% وهكذا. فكل ما زاد السن أكيد النسبة دي بتزيد. المسببات للضعف الجنسي مسببات كتيرة قوي. لو احنا قلنا الضغوط النفسية او الاسباب النفسية ودي كتيرة قوي، التوتر والقلق، تمام، عدم القدرة او عدم استيعاب الاسباب او العلامات الطبية صحيحة، مشاكل اللي هي ممكن تبقى عندنا في التربية، يعني الاطفال اللي هم عندهم تربية غير سوية، تعرض لمشكلة جنسية هو صغير، تعرض لتحرش، تعرض لمشكلة، دي ممكن تولد مشكلة نفسية جنسية في الطفل ده. المعتقدات الخاطئة اللي احنا بنحطها في دماغنا ان العلاقة الجنسية لازم تبقى وقت معين او شكل معين، وده لو ما تمش يبقى احنا عندنا ضعف جنسي، فده برضو بيعمل مشكلة من الضعف الجنسي. الحاجة التانية في الاسباب النفسية اللي هي
الانتر بيرسونال فاكتورز اللي هي الاسباب ما بين الاشخاص او ما بين الازواج. تمام، دايما دي مؤثره، يعني الزوجه والزوج هما الاثنين لازم يتعاونوا في العلاقه الزوجيه، ولازم لكل واحد فيهم دور ايجابي وليس دور سلبي. الزوجه تمام، يعني لو ما كانتش متعاونه او كان فيه بعض المشاكل الاجتماعيه او النفسيه بتنعكس على الموضوع ده، اكيد بتفقد الموضوع يعني قيمته، او بتخلي الزوج يصاب بنوع من الاحباط والضعف الجنسي. فكل دي اسباب نفسيه. نيجي للاسباب العضويه اللي هي ممكن تؤثر على الضعف الجنسي، اسباب كتيره قوي، منها ضعف الشرايين، تصلب الشرايين، السكر، الضغط، ادويه الضغط، نقص الهرمونات، مشاكل التلوث والبيئه، والحاجات دي كلها بتاثر على الشرايين وبالتالي بتعمل ضعف جنسي عضوي. هقف عند نقطه التشخيص دلوقتي، في تكنولوجيا متقدمه واجهزه مهمه جدا في تشخيص الضعف الجنسي. مظبوط، احنا عندنا حاجات كتير بنشخص بيها الضعف الجنسي، لكن ما زال التاريخ المرضي، وان احنا ناخد البيانات بتاعه المريض ونساله بعض الاسئله عن سنه وتطور الضعف ده، هل هو ضعف مستمر ولا متقطع، بيجي في اوقات ولا بيجي على طول، وهل المشكله بتزيد ولا بتقل، ده بتدينا فكره عن الموضوع. ومدى استجابه الشخص ده للادويه، يا ترى احنا بنجيب نتيجه على العلاج ولا كان بيجيب نتيجه وحاليا ما بيجيبش، ده بيقول لنا الموضوع ده عضوي ولا نفسي، والموضوع ماشي ازاي. بعض الفحوصات الطبيه اللي هي بدات تشخص الموضوع، ان احنا بدانا نعمل اختبار كفاءه جنسيه، بنعمل فحص الدوبلكس للشرايين العضو الذكري، ان احنا نشوف الشرايين دي فيها مشكله ولا لا، في تسرب في الاورده، في ضعف في الشرايين، الدم مش واصل كويس، كل ده بدانا نعرف الاسباب بتاعه الضعف الجنسي. الطرق العلاجيه، الطرق العلاجيه متعدده لكن هي متدرجه. بمعنى ان احنا دايما بنبدا بالخطوات الاسهل والابسط، العلاج الطبي، المرحله الثانيه العلاج الحقن الموضعيه، المرحله الثالثه ان احنا بنعمل الجراحات او تركيب الدعامات الذكريه. فلا بد ان احنا نمشي في السكه من اولها، ابسطهم واسهلهم الادويه الطبيه. الادويه الطبيه مختلفه قوي وتطورت كتير قوي من اول سنه 98 من بدات الفياجرا والمشتقات بتاعتها، حوالي تقريبا دلوقتي احنا وصلنا لاربع مشتقات بيشتغلوا بنفس الفكره وتطوروا جدا، فبداوا يحلوا مشاكل كتير قوي من الضعف الجنسي. معظم الناس اللي هم ما عندهمش مشاكل عضويه والمشكله عندهم بسيطه جدا بيستجيبوا، يمكن نحط حوالي 70 الى 80% بيستجيبوا على العلاج الدوائي بشكل جيد جدا. ممكن بعد فتره يبداوا المشاكل دي او الاستجابه دي تقل، وارد طبعا، وفي الحاله دي احنا هنقيم الموضوع تاني ونشوف هنمشي في انهي اتجاه. 20% من الاشخاص او الرجال ممكن ما يستجابوش للعلاج الطبي، والعلاج الطبي ما يديش نتائج مرضيه ليهم، ودول نتيجه ان احنا عندنا اسباب عضويه كبيره، عندنا مشاكل في الشرايين، سكر مش متظبط، الشعيرات الدمويه بدات تضعف، في تسرب وريدي، فاكيد مهما ادينا من الادويه مش هنوصل لنتائج مرضيه. فهنبدا نفكر في الحلول اللي اقوى من العلاج اللي هتجيب نتائج من الناس دول. في حل بسيط جدا ان احنا بنمشي عليه اللي هو الحقن الموضعيه. الحقن الموضعيه دي مواد موسعه للشرايين، احنا بنعمل تركيبات منها معينه من حوالي 3 او 4 ادويه بنسب معينه، والنسب دي بنحطها وبنركبها في خلطه بتخلي العيان يبدا يستخدمها عند العلاقه الزوجيه. احنا بنعلم المريض وبنقول له ازاي ياخدها، والمريض بيستخدمها قبل العلاقه الزوجيه بنسب معينه، وبتدي نتائج اقوى من العلاج بشكل كبير. الميزه بتاعتها ان هي فعاله جدا، ملهاش اي اثار على القلب ولا السكر ولا اي شيء، لان هي موضعيه. تمام، احنا بناخدها وقت اللزوم، يعني انت من ايه ما تحب الجامع ممكن تاخد الابره الموضعيه دي وتمشي عليها كويس جدا. فدي مزاياها. الحاجه الثانيه ان هي تكلفتها بسيطه مش زي مرحله الدعامه. لكن بيجي لنا فتره برضو ان احنا ما نمشي على الحقن الموضعيه دي سنه سنتين تبدا النتائج بتاعتها تقل. ريزيستنس. بالظبط كده، خلاص بدل ما نتعود على الماده لا تستجيب، مش هتستجيب، وبالتالي هنبدا نفكر في الحل الثالث بتاعنا. الحل الثالث بتاعنا واللي احنا عايزين نركز عليه طبعا هو موضوع الجراحه للضعف الجنسي. الجراحه للضعف الجنسي زمان كان فيها حل تاني غير الدعامات، ان احنا بنعمل حاجه اسمها ربط للاورده اللي بتسرب الدم. والعمليه دي اتعملت كتير قوي، وبعد كده اثبتت ان هي ملهاش اي قيمه وما بتفيدش العيانين، فبطلنا نعملها. حاليا الجراحه تركيب الدعامات. جراحه تركيب الدعامات هي احسن حل يحل المشكله الجنسيه بشكل جذري وثابت باستمرار. لو انا فشلت في العلاج
أو الحقن الموضعية دي مش جايبة نتيجة، أو المريض استخدمها وبدأت تقل مفعولها، خلاص لا إحنا هنفكر في موضوع الدعامات الذكرية. موضوع الدعامات الذكرية هو يعني الحل النهائي والقاطع لهذه الحالة. الدعامات إحنا مش كل الناس اللي إحنا بنركب لهم دعامات بنختارهم، لا، في فصيلة معينة من الناس اللي هي محتاجة الدعامات، تمام؟ منهم المرضى اللي هم إحنا فشلنا في علاجهم أو إن إحنا نديهم علاج أو حاجة زي كده. في مجموعة تانية من الناس اللي هم سنهم متقدم وزوجته توفت لأي سبب إن كان ونفسه يتجوز تاني، يمكن دول أكتر ناس يستفيدوا من الدعامات الذكرية، بمعنى أن هو عايز يبدأ حياة جديدة بقوة جنسية جيدة جدا على الأقل، فعمرنا ما بالعلاج ولا بالأدوية ولا حاجات دي هنوصله إلى هذا المستوى، يبقى احنا هنفكر على طول في موضوع الدعامات. يمكن بتبقى سحر وبتحل المشكلة بشكل جيد جدا، وخصوصا أنها بتدينا قوة فالانتصاب مستمرة مدى الحياة، ما بتقلش بعد كده أو يعني بيحصل فيها تغير، فدي ميزة الدعامات. وأقول لكم على حاجة تخليك وانت عندك 50 و60 و70 كأنك عندك 40 و45، الرياضة، العب رياضة، دي مهم جدا. طبعا الرياضة دي يمكن هي كلمة السر في القدرة الجنسية، بس رياضة والمشي، مش أي رياضة، المشي، لأن المشي بيحرك الدورة الدموية في منطقة الحوض، فدي أحسن دورة دموية بتغذي الأعضاء التناسلية، فالمشي هو الرياضة الأساسية. نمشي كل يوم نص ساعة صبح نص ساعة آخر اليوم، فدي كلمة السر، ونبعد عن خماسي ضعف القدرة الجنسية، تدخين، تمام، كحول، كحوليات، صح، السمنة، سمنة، الضغط العالي، الدهون، كوليسترول والدهون، أكيد دول خمس حاجات بتضعف القدرة الجنسية، نخلي بالنا منهم. لو اجتمعوا اتنين أو أكتر منهم أكيد المشكلة كبيرة. يا إما تقول لي عندك سكر وبتشرب سجاير وجسمك مليان، مشكلة كبيرة مش هنعرف نحلها، يا إما تبقى حاجة واحدة نقدر نغطي عليها. فدي حاجات مهمة قوي بسيطة جدا نخلي بالنا منها. نورت وشرفت وأبدعت كعادتك، ربنا يخليك. ضيف العزيز القمة العلمية الكبير الأستاذ دكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والتناسل بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والمدير المؤسس لمراكز خصوبة، كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا الهامة جدا. الضعف الجنسي يبقى مشكلة كبيرة جدا إذا لم تحل، ومشكلة تنتهي وتختفي إذا ذهبنا للمتخصص وأوجدنا الحل. خليكم دايما معنا. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. مسؤوليات مريض تجميل الأسنان هو التدقيق في اختيار الطبيب المتخصص والصرح الطبي المناسب الموثوق، بعدها يتحتم عليه التعاون التام والالتزام بالتعليمات الطبية والحرص على مواعيد المتابعة، علاج كل ما حول الأسنان من لثة وأنسجة، وتنظيف الأسنان واللثة دورياً بالعيادة مرتين سنوياً، تناول الوجبات المنتظمة والتقليل من السكر مع شرب الكثير من المياه، الابتعاد عن العادات الضارة بصحة الفم والأسنان زي الكحوليات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وطبعاً التدخين. أهلاً بكم. عندنا دايماً عبر التاريخ الفترة اللي فاتت في 10 سنين اللي فاتوا في صراع خفي، أو نقدر نقول في دماغ الناس صراع دوت، مين أهم؟ ده في دماغ الناس، الدكتور ولا المكن، المشين، وخصوصا في الفروع اللي فيها المشين موجودة، يعني في فروع المشين دي يسأل عنها بالبنان، زي طب الأسنان، زي العيون، زي الكلى، زي البروستاتا. ده لما أنا يعني من خلال حواري مع المرضى في الحتت دي ليه يسأل مريض، هو الدكتور ده عنده أشعة مقطعية؟ هو الدكتور ده عنده سيريك؟ هو الدكتور ده بيعالج بالليزر؟ عنده جهاز ليزر مثلا؟
يجي في البروستاتا هو عنده هولميوم ليزر، هو عنده اسلوب معين في جراحات بالمنظار، عنده منظار بالشعر بالمنظار ده في الجراحات. هرجع تاني بقى اقول طب هو في ناس تانية فاهمة كويس جدا، فاهمة انه مش it is not the machine، مش المكنة، the man behind the machine، اللي خلف المكنة ده مهم جدا، خلف يعني الدكتور في الاخر. بس برضو هرجع تاني افكر، لانه في مدرسة تقول لك انا اشتغل ده by my hand بايدي بالاسلوب القديم بالمدرسة القديمة، انا طلعت بيها افضل نتائج في وقتها وهفضل اطلع طول عمري من نتائج دي احلى. ده من وجهة نظر رفض التكنولوجي. رفض التكنولوجي ده مبني على اما انا مش لسه مش هتعلم تكنولوجيا جديدة بقى، وايه اللي هيخليني ادخل في مجال مش عارف ايه، او ان انا خايف اكلف نفسي وما اقدرش اعوض التكلفة، مش عايز اجيب اشعة مقطعية لانه عارف ان ده هيكلفني، مش عايز اجيب سلك لانه عارف ان ده هيكلفني. هو الصراع ده اللي عايزين نفض الاشتباك بيه، هل هو المهارة ولا المكان دلوقتي اللي بيأدي كل شيء والمهارة اصبحت ثانوية؟ سؤال اكيد هيفرض نفسه بقوة شديدة جدا جدا عشان نوصل للابتسامة دي، الابتسامة الحلوة دي، دي مهارة ولا تكنولوجيا بس ولا الاثنين؟ ده سؤالي الاول اكيد لضيفتي العزيزة الاسم المتميز للغاية الأستاذة الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب وصاحبة ماجستير جراحات الفم والأسنان، ماجستير الفم والأسنان بكلية الطب قصر العيني وجراحات الوجه والفكين، والحاصلة على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيبيا، عضو جمعية الأمريكية لجراحات الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور أيمن، وحشاني جدا جدا. ربنا يخليك. أنت كنت بتضحكي وأنا بتكلم. أنت بتضحكي وأنا بتكلم صح؟ شفت أنت؟ إيه اللي في كلامي أثار شجونك يا فضحكتي؟ حلو الكلام ده؟ حلو جميل. أسلوب أستاذنا الأستاذ طبعا ما يعني ما فيش زي يعني مفيد فوزي كان بيسأل باللغة العربية رائعة جدا. حط أبيات شعر لو أراد لو أراد طبعا مع تحية كبيرة للأستاذ الإعلام القدير أستاذ مفيد فوزي، كان بيستخدم اللغة العربية بشكل رائع جدا في أسئلته وملفت. مفيش حد دلوقتي بيسأل باللغة العربية، صح؟ قليل جدا في الإعلام اللي بيستخدم اللغة العربية في السؤال، ما كانش ما في زيه. ارجع اسالك تاني، ما الذي اثار شجونك فضحكتي؟ رغم اثار شجونك حزنك يعني. ايوه المشكله ان الناس فاهمه ان التكنولوجيا هي اللي بتعمل نتائج الشغل. لا، الدكتور من الاول لازم يكون شاطر ويدعم الشطاره بتاعته بالتكنولوجيا. لكن انت دلوقتي لو ما بتعرفش تسوق وجبت لك احسن عربيه في الدنيا كلها واغلى عربيه في الدنيا، مش هجيب حاجه على فكره، هتعرف تعمل؟ مش هتعرف تجيبي دلوقتي، مش الدنيا غاليه. بتدوس على الجرح. لا مش هنعرف فعلا، محدش عارف يجيب عربيات. فهتعرف تستفيد بيها؟ اكيد لا، لازم تكون من الاول انت بتعرف تسوق عشان تعرف تستفيد من العربيه ديت والمزايا اللي فيها والتكنولوجي اللي فيها. لكن دكتور مش شاطر هيجيب تكنولوجي عشان يكون شاطر؟ مفيش حاجه اسمها كده. لازم هو من الاول يكون شاطر، يعني هو شاطر 80% او 70% والتكنولوجيا هتديله 30% فيطلع شغله 100% او يطلع شغله 99.999، علشان دايما لازم في مفارقات كده بتحصل في اي شغل في الدنيا. فما فيش حاجه اسمها التكنولوجيا هي اللي هتجيب النجاح، وما فيش حاجه اسمها اصله دكتور شاطر قوي هيجيب النجاح، مش حاجه اسمها كده. اعلى دكتور مهما كان درجه شطارته مش هيعرف يعدي 70%. والا لو لم يكن ليخترع الميكروسكوب في علاج الاذون، لم يكن ليخترع الليزر في علاج اللثه، طبعا لو كانت المهاره هي ما كانش اخترع الكات كام في تركيب الطرابيش مثلا، ما كانش كل ده تكنولوجي. طب الزراعه ما اتغيرتش؟ الزراعه اتغيرت 200% من بعد من مثلا في اخر 10 سنين. معنى كده ان التكنولوجي فرق ولا ما فرقش؟ طبعا بيفرق. بس انت لو جبت احسن زرعه في الدنيا واديتها للدكتور مش شاطر مش هيعرف يجيب بيها نتيجه برضه. علشان كده لازم الدكتور يبقى شاطر 70% شطاره، حط له 30% اجهزه، ده هيعدي على طول ويجيب لك ال 100%، لان انت اديته حاجه تساعده. لكن انت هتعتمد بس على شطارته مش هينفع. والا كان الاجهزه ديت دكتور ما عندوش اي جهاز يجيب لك نتيجه 100%، مش هيعرف يجيب 100%، مش هينفع. مش هينفع ان انت تقول انا همشي من هنا لحد اسكندريه، مش هينفع تقول ان العربيه مش هتفيدك، مش ممكن. اسافر من هنا لاسكندريه، خد لك بقى انت 10 ايام مسافر،
ده مش منطق. علشان كده التكنولوجي بيقلل الوقت، بيقلل المجهود، بيرفع درجة النجاح اللي هو بيزود راحتك. علشان ما تمشيش من هنا لإسكندرية، لا اركب عربية تسهل لك الطريق. فالتكنولوجي مهم جدا. هو دوت التشخيص والعلاج ولا الاثنين؟ الاثنين طبعا. بس انا بالنسبة لي التشخيص. ليه؟ لان انت لو شخصت صح من الاول مش هتدخل في مفارقات كتيرة. لكن لو من الاول التشخيص غلط، انت هتحتاج اكتر من نوع اشعه علشان تفك الالتباس اللي حصل اثناء او اللي نتج عن التشخيص الغلط. انا بالنسبه لي الاشعه المقطعيه مهمه جدا 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 في التشخيص بنسبه 100%. يعني انا شايفه ان الاشعه المقطعيه حتى لو العيان ما بيشتكيش من حاجه، الاصلح ان انا اعملها لمجرد ان انا ابقى عندي داتا. كتير قوي بتعمل لهم اشعه تلاقي اسنانهم في تحتها سيست، يعني كيس ميه بقى، كيس دموي، كيس صديد، كيس واتيفر جوه ايه، وهو ما يعرفش. ولما انت تيجي تتكلم معي يقولك اه والله ده وقعت على سنتي ديت وانا عندي 10 سنين ولا عندي 8 سنين. ايوه فعلا هو كان ناسي بس عملت مشكله. في ناس كتير ممكن تعمل لهم اشعه تكتشف حاجات هم ما كانواش عارفينها، زي واحد مثلا كان عنده فراغ ما بين درسين تحت شمال. دي فعلا دي حالتي. الفراغ دوت ايه؟ طب ازاي؟ طب ليه؟ اكتشفنا ان في درس مدفون تحت هو اللي مخلي الجذور فاتحه بين بعضها. الدرس دوت سوبر نيمري، يعني الدرس ده زياده، يعني اوريدي العدد اللي قدامنا في بق المريض كامل، بس ده درس اتكون زياده. ليه؟ نوع من انواع العيوب الخلقيه. فدوت سبب هو ما كانش يعرف. ولو انت عملت له ايه مش هتعرف تقرب المسافه. هو كان اشتغل تقويم مع دكتور عشان يقرب المسافه وما قربتش. ده في حد ذاته غلط. لان لما تلاقي حاجه غريبه ملهاش مبرر، اول حاجه اشعه مقطعيه عشان تعرف ايه اللي بيحصل. بس فهي ده مهمه جدا. خلينا اتقمص دور المتحدث الرسمي للحالات. اوكي، هذه الحاله اقدمها لحضرتك، تبدو الرصه جيده، مفيش فراغات، لكن شكل السنان فيه حاجه، فيه عيوب. تبدو حالة سيمبل، لكن قد تقول انت شيء مختلف عن هذه الحالة التي تبدو سيمبل لحالتك في الآخر من تدرستيها. بص، الحالة ديت جه وكان هيقدم كلية عسكرية بعدها بيوم أو اتنين، حاجة زي كده. الظريف والجميل ان هو ما كانش متصور ان احنا ممكن نعمل بالسرعة دي. بس الحالة دي على قد ما هي جميلة جدا جدا، على قد ما احنا المريض أصر جدا ان هو يعمل 4 أسنان أمامية عشان يعدي. ده اللي خلى الحالة ما تظهرش جمالها، ان هو مثلا من اول الناب يمين وشمال مش معمول، فبقى عندك قدام شكل وورا شكل. الحالة ديت انا عايزة اشرح فيها ان العيان ما ينفعش يكون هو الدكتور. لازم انت تكون يا اما قاعد على المنصة حكم، يا انت قاعد مع الجمهور. لكن انت كل حاجة ده كلام غلط. يعني الحالة مبذول فيها مجهود كبير جدا، وبرضه في الآخر الحالة ما تبدوش زي ما أنت متصور من الجمال. ليه؟ علشان إصرار المريض إن هو يعمل الأربعة الأماميين ويسيب الدنيا كلها. ده أكبر غلط. لازم تسيب الدكتور هو اللي يقول لك، لأن الابتسامة بتاعتك وأنت فارد شفايفك أوي وبتضحك بتوصل لحد الضرس رقم كام، يبقى هو دوت اللي إحنا هنعمله الفينيرز او هنعمل له التركيبات كلها. علشان كل ما كان المنظر متناسق كل ما كانت النهايه بتاعتنا جميله. لكن انت عملت حاجه جميله جدا جدا جدا، الباقي كل وحش، فبقى مفيش هوموجينيستي، بقى ده ماشي في حاجه وده ماشي في حاجه، والانياب صفره وطويله والضروس منقره فادت منظر مش حلو. عشان كده المريض يا اما يقعد مع صف المريض يا اما يبقى هو الحكم، لكن الاثنين ما ينفعش. طيب الفينير نجمة نجوم تطور التكنولوجيا، هي اساسا في حد ذاتها ما كنتوا تيجي تتكلموا على الفينير تقولي السمك مش عارف عامل ازاي. طب ما دي تكنولوجيا متقدمه قوي. وبعدين مينيمال بريبريشن، تحجيز بسيط جدا، ده عايز برضو نوع من التكنولوجيا متقدم. صح. عشان تبقى انت عارف انك بتعامل في انهي سمك. صح. الفينيرز من اكتر الحاجات اللي بتبرز دور التكنولوجيا. بس انا ليا تعليق على الفينيرز، وهيعدي الزمن وهتقول ان انا كنت بقول كلام صح. الناس عندها فكره ان الفينيرز دوت الساحر
اللي انت بتعمل كده بالعصايه السحريه تقوم انت عامل في النو تايم. النو تايم مش هو القصه، لا هو في دماغ الناس، ما هو الساحر ده كلمه كده كده ده النو تايم وما بتلمسش بق العيان كمان، يعني اللي هو ايه انا ما عملتش اي حاجه، انا رحت للدكتور. في حد مش فاهم قوي كان بيتكلم في فترات طويله على السوشيال ميديا قعد حفظ الناس المعنى ده، فالناس في صدقته للاسف. ليه بقى الناس صدقت الحاجه الغريبه ما صدقتش الحاجه الطبيعيه؟ عشان هي دي الحاجه الغريبه، دايما الغريب هو اللي بيشد الناس قوي. دي اكبر غلطه اللي الكل دلوقتي رجع، واللي كان بيتكلم في السوشيال ميديا عليها سحب خالص ومبقاش بيتكلم خالص. وفي نصابين مجانين مش نصابين، هو في حد بتاع سيلز اقنعه؟ لا مش بكلمش على ده، ده مش تركات يعني. في نصابين مجانين زمان قال لك انت ليه تعمل دعامه في الشرايين التاجيه لما ممكن اديك دواء يغنيك عن الدعامه، ده نصاب مجنون. صح يعني مش في حالات، في حالات ما تحتاجش دواء الا دواء فعلا، بس هو كان بيتكلم في المطلق. يعني خلاص لغى الراجل صحي من النوم، لغى قسم التدخل بتاع الشرايين التاجيه المينيوال انفيزيف كارديولوجي كله، وقفل جراحه القلب خلاص، قال لك لا تغيير الشرايين يا راجل وهنمشيك بدواء بس، لغى تلتين الطب وساب تلت، ما هو تلت تلت دواء طب قليله ما هو ده لغى برضو عندكم التحضير. ما مش ممكن، مش ممكن، مش هيحصل، لان هو مش الناس مش فاهمه التحضير ده بنعمله ليه، هي مش غلاسه ولا احنا غاويين نتعب نفسنا، هو يا ريت نعمل من غير تحضير، هو حد يكره يعني؟ حد عايز يتعب؟ لا طبعا، ما ينفعش، مش هيجيب النتيجه اللي انت متصورها نهائيا. ده بلس في حاجه تانية مهمه قوي اللي الناس فاهماه، مش ان انت بتعمل عصايه سحريه تخلص النو تايم وان انت ما تلمسش بق العيان، لا الحاجه الاعجب الناس فاهمه ان هو بيعالج كل حاجه. يعني سنه مسافره كده وسنه راجعه لورا في سقف الحلق يقول لك قربهم لي بفينير ازاي؟ يعني انا هردم عليهم كده ازاي؟ يعني اجيب المسافات دي ازاي؟ الناس عندها اعتقاد ان الكراون اللي هو بتبرد فيه الاسنان دوت هقدر الحاله ديت حاله فينيرز. شايف المسافه اللي ما بين السنان الاماميه دي مسافه كبيره بس ممكن تتقفل بفينيرز، بس بص الكواليتي السنان، السنان بادي بيها بتلمع السيرفس بتاع السنان والعضه، موضوع العضه ده مهم قوي، العضه مظبوطه بمعنى خط النص في مكانه انا حاسه ان انت هتفتح بقى مركز اسنان وتنافسني انا خطر على كل التخصص خطر على طب الاسنان العضه مرتاحه وعضه درجه اولى يعني كلاس 1. الطبيعي ان السنان اللي فوق بتنزل تغطي تلت او نص السنان اللي تحت. لو السنه لو العضه ديت فوق بعضها كده هقول لك انت مش حالب فينيرز اصلا. لو الفراغ ده اكتر من كده هقول لك انت مش حالب فينيرز اصلا. صح. لو السنان متراكبه يعني انت عندك دوت راكب على دوت وفي ما بينهم مستحيل تحط وجهين جنب بعض، يعني واحده على الثانيه هتحط الفينير ازاي؟ مش ممكن، دول لازم يتبردوا برد كامل وتبدا تعيد تقسيم المسافات. فاحنا لما نيجي نخلص الحاله دي هتخلص بفينيرز مفيش مشكله، لكن الاسطح مظبوطه، احنا كده قفلنا الفراغات، ظبطنا اللون، ظبطنا الحجم، ظبطنا العضه، لانه كان السنترال الاثنين كانوا صغيرين بالظبط، عرضنا شويه، ظبطنا الدنيا دي دي عادي تمشي بفينيرز جميله، بس انت عندك فاكتورز تانية حلوه اللي هو ايه؟ العضه بتاعتنا مظبوطه، عندنا السنان تسمح بتركيب فينيرز، لان لما السنان بتبقى بتلمع ومش مسوسه ومش معموله حشوات يبقى انت شغال على طبقه اسمها الانامل او الطبقه الخارجيه، تبقى سليمه، ما ينفعش تكون متاكله، لان كده الفينير لما تيجي تحطه مش هيلزق اصلا، مش هيمسك. لان التكنولوجي بتاع الفينير قايم على ايه؟ ان انت بتلزق في طبقه المينا، المينا اللي هي الانامل مش العاج، طبقه العاج اللي هي الطبقه البني الداخليه دي ما بيلزقش عليها فينير، مش هيلزق اصلا. فانت هتكتشف ان انت عملت مجهود والفينير كل شويه بيقع، يبقى انت من الاول انت مش على طبقه المينا، انت على طبقه العاج. ممكن اعمل فينير لطفل؟ الاطفال ده موضوع ابتديت اسمعه، لا هو ما ينفعش لسببين. اولا لان السنان اللبنيه ديت قدامها وقت قصير وتنزل، مهما طال الوقت فهو وقت مش طويل، بلس العضه نفسها مختلفه، بلس السنان اللبنيه عمرك يعني نادرا اول ما تلاقي واحد سنانه اللبنيه لونها بني، دايما بتبقى لونها ابيض، فمش هينفع مع الاطفال.
وبرضه السؤال اللي كتير قوي بسأله، ممكن نعمل زراعة علشان الدرس دوت اتخلع بدري؟ لا، احنا بنعمل حاجة اسمها حافظ مسافة، مش بنعمل زراعة. يعني احنا بنحافظ على المسافة ديت مفتوحة، مش بنحط فيها زرعة. برضه السؤال الكتير قوي، ابني عنده 13 سنة وفقد سنة دايمة أو درس دايم، ينفع أعمله زراعة في السن دوت؟ هو كل حاجة تنفع، وعلى فكرة مش حاجة ما تنفعش، بس أنت عندك العظم ده هيغير شكله، هيغير الاتجاه بتاعه، الليسة هتغير شكلها 100 مرة، هتيجي أنت تلاقي أنه هو وصل لسن البلوغ، الزرعة ديت بقت باينة في بقه أو بقت عميقة قوي مش عارف توصل لها، فهتحتاج أن أنت تعمل خطوات من ترقيع اللسة. مش صح ان انت تعمل حاجة مش في مكانها وبعد كده تبدأ تصلح فيها، لان قد يكون التصليح مكلف اكتر. ليه؟ لو الزرعة دي التقمت في العظم كويس، علشان تشيلها انت بتشيلها ببلوكة عظم، فانت خسرت عظم كتير. لكن لو صبرنا شوية لما يوصل ل17 18 سنة هتقدر تحط الزرعة سيف من غير مشاكل، وبيبقى شكل الفك واللسة وصل للشكل اللي خلاص بقى نهائي. فانت مش هيحصل عندك تغييرات كتيرة، لكن مش من المنطقي ان انت تحطها في سن بدري وبعد كده ترجع تغيرها او تعدل في شكل الطربوش او شكل اللسة، عشان مش هتتعدل. طيب بما انك ذكرتي اللفة بقى، هذا المظلوم الغلبان اللي ما حدش مهتم بيه، اللي ناس ما بتمشيش على علاجاته كما ينبغي، مش عارفه ايه موضوع اللسه مع الناس. يعني دايما مهمل. الناس معتقده ان اللسه دي حاجه كده اكسسوار ليس لها لازمه. مين اللي قال كده يا جماعه؟ اللسه دي الشاسيه اللي شايل السنان، دي اهم حاجه، دي مهمه جدا. انت عارف ان اللسه دي على قد ما الناس مش مديها حجمها، هي اللي ممكن لما تنحسر من فوق السنان تاخد العظم معاها تخلخلك السنان، هي اللي ممكن لو انحصرت من مكانها تبين لك لون الجدر اللي هو لونه بني وشكله مش جميل، ان دي تخلي الواحد محرج لما انت تيجي تغسل سنانك تنزل دم، او تخلي ريحه الفم مش جميله فتلاقي نفسك ماشي عامل كده، او يبقى فيها لون بني انت محتاج توردها، علشان انت كل ما بتبتسم الناس بتشوف اللون البني بتاع اللسه. يعني اللسه ديت فيها لون رمادي، شكلها مش جميل، مالكش دعوه بشكل السنان، الحاله ديت بتعرض شكل اللسه، وفيها ابتسامه لسويه وفيها هايبرتروفي بالظبط كده. بس كل مشكله البنت ديت ان هي شايفه ان في بطش رمادي وبطش بامبا وبطش بيضه، في ثلاث الوان في اللسه بتاعتها، مضايقها جدا اللون دوت. البنت ديت بس مجرد انها وردت اللسه، وردت يعني خلت لونها وردي، الدنيا اتغيرت تماما، شكلها بقى جميل، هي بقت راضيه عن نفسها. بس هي محتاجه شغل تاني في اللسه. هي محتاجه شغل كتير. بس بص اللون البامبا، لا هنا طبقنا شويه، هنا عملنا وشفت السنان ليزر. عملنا ليزر. والله عايزه اقول برافو عليك والله. والله برافو عليك، كنت لسه هنطق انت بتاخد مني. بص انت كان في الاول السنان مش مظبوطه والشكل بتاعها مش مظبوط، ولا الطول، واحده طويله واحده قصيره، وبطش لونها رمادي وابيض وحاجات غريبه. دلوقتي الابتسامه اللثويه قلت، هي لسه هتقل كمان، هتنفخ ان شاء الله. اللون الاسنان اتغير لان احنا نظفنا وظبطنا، وانعكاس اللون الرمادي بتاع اللسه غير، تحس حتى اللون السنان بقى احلى. الدنيا اتغيرت خالص. ده عملنا كل ده بايه؟ ليزر. ده 10 دقايق كانت دخل رمادي طلعت بامبا. الدنيا اتغيرت تماما، الشكل بتاع الابتسامة مع حقنة بوتوكس في الشفايف الفوقانية هتحسن الحالة. صح. او لايبو ديبوزيشن، ناخد بقى الليب ننزلها تحت شوية بحيث انها تغطي على بقية اللسة، تبقى حاجة عظمة جدا. برافو عليك. خطة. انا بص، انا من الناس من كتر بقعد مع دكاترة السنة. لا انا بحب الخطط. طب قولي لي بقى، بمناسبة الخطط، الفراغات ليها خطه وليها هندسه. ليها هندسه. وانا عايز اقول لك ان الدكتور الشاطر هو فنان ومهندس. ليه؟ لان احنا بنقعد ندرس الاوزان، ندرس هنحمل ايه على ايه، الفن، الناحيه الفنيه. يعني انا من الناس اللي معتقده جدا ان دكتور الاسنان لازم يكون فنان. لازم يقرا الحاله دي عايزه ايه اللي يخليها تنطق. زي الستايلست، ممكن واحد يجيب لك طقم جميل جدا وغالي جدا وتحطه عليك تلاقيه وحش، وستايلست تاني تلاقيه جايب بدله وارخص من الاولانيه بس عليك حلوه نطقه. ايه بقى اللي بيخليها تنطق؟ الديتيلز، الفاين ديتيلز.
الفراغات من الحاجات اللي بتشغل الناس قوي. ناس تتفرج على حد على السوشيال ميديا يقول لك ايه ان الفراغات دي انا هقفلها بفينيرز. ناس يعني مثلا الحاله دي جايه بتشتكي من فراغات. انت شفت حاله فراغات؟ لا هي فراغات وحاجات كل حاجه كل حاجه دي فراغات ويعني وتسوس ويعني واسنان لبنيه ما نزلتش وموجوده لا في لا المقدمه لا لا في كل حاجه كل حاجه وكل حاجه. طيب تخيل بقى ان دوت جاي بيشتكي من فراغات اللي هو فين الفراغات وكل حاجه احنا عايزين نجيبها من الاول. فراغات وسكر نبات وكل شيء. هو عايز هو جاي على اساس ان هو هيعمل فينيرز او حشوات بس نصلح بيها بقى احنا كل ده مش هيحصل. علشان كده اعاده التاهيل علشان كده انا بحب جدا السوشيال ميديا، بحب جدا القرايه، بحب جدا السيرشنج على كل حاجه. بس مش لازم كل حاجه تقراها تطبقها على نفسك، ما ينفعش. اكيد الدكتور اللي قاعد يذاكر 20 سنه من عمره ده عنده معلومه ازيد منك. مش طبيعي ان المريض هيبقى علشان قعد ساعتين على السوشيال ميديا هو جاب المعلومات اللي التاني قاعد 20 سنه يذاكر فيها، مستحيل. علشان كده انا بقول يا جماعه الفراغات مش حلها ايكوال فينيرز، مش حاجه اسمها كده. لا، الفراغ ده قد ايه، السن قد ايه، نوع العضه، السنان دي فيها تسوس ولا لا. يعني السنان دي مستحيل تتقفل لا بحشوه ولا فينير. هو جاي عشان يعمل كده؟ لا، الكلام دوت ما ينفعش. الحاله دي بيتجاب لها بقى من الاول خالص. هات من الاول، من اول اللثه لازم تتظبط. السنان دي كلها علاج عصب، دي مش هتتعالج بحشوات. مستحيل العمق ده بالسنان المخدره والتسوس المخدر ده تقول ان انت هتنظف التسوس مش هتجيب العصب. هتوصل للعصب اكيد، ما غير قابله للمناقشه. هتوصل للعصب. السنان دي كلها عايزه تعمل علاج عصب، عايزه تتعمل كراونز. طيب ليه كراونز وليه مش فينيرز؟ علشان احنا سبق وقلنا الفينيرز لازم تتحط على سطح هيلثي، يعني على سطح صحي، ما ينفعش على سطح فيه حشوه ولا على سطح فيه مشاكل كتير بالشكل دوت، ما ينفعش. تاني حاجه، لما بيكون عندنا معامل تسوس عالي، يعني ده عنده معامل تسوس عالي، ده مستحيل يكون بياكل سكريات اكتر من غيره. لا 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 لا، مفيش حاجه اسمها كده. ده من ضمن العيوب الخلقيه وضعف التكوين بتاع الاسنان. فهو اللي وصل الاسنان الوضع ده. طالما عندك معامل تسوس عالي، والناس كلها ما سمعتش لسه على كلمه معامل التسوس، احكي لي على الجمال. لا جميل، احكي لي والله. نبدا بقى ظبطنا كل احكي لي والله انا مبسوطه مني جدا في الحاله دي. الجميل في الحاله هنا هو كمان تظبيط العضه، لان العضه كان فيها عيوب طبعا واضحة. طبعا، والمستوى اللثه والشكل السنان وطولها وعرضها وكل حاجه، واللثه كل انت متصور دوت لما يبقى ماشي بسنان لونها ابيض كده وجميله ومشرقه وبتلمع. كان سنه كام سنه؟ هيقدر لا ده صغير صغير خالص. يعني عشرينات، مش كبير يعني. تخيل بقى انت لما يجي الحاله ديت من الاول خالص تقول لك انا عايز اعمل حشوات، مش هينفع. اعمل لي فينيرز، مش هينفع. عشان توصل له معلومه ان انت علاج عصب وطرابيش لكل اسنانك، انت بتتعب وبتبذل مجهود. ليه؟ عشان هو قاري وعامل سيرشنج ان حل الفراغات ايكوال حشو. لا لا، حضرتك لمين؟ عامل تسوس مين؟ عامل تسوس كام؟ العضه جريد كام؟ سنك قد ايه؟ مستوى اللثه فين؟ مش حاجه اسمها كده. الناس عايزه واحد واحد يساوي اثنين في الطب، مش حاجه اسمها كده. انت ممكن يبقى ده واحد وربع وده واحد بوينت ايه، هيطلع لك في الاخر نتيجه ايه. دي الفاينل تاتشز اللي هي تفرق من حد بيشتري حاجه وتبقى ذوقها. في ناس كتير على فكره بتشتري من محلات غاليه جدا ولبسه غالي جدا، وسبحان الله تحط اللبس عليها تقول ايه ده. وناس تانية تبقى رجالة لبس عادي جدا، محلات عادية جدا وعليها حلو قوي. فرقت في ايه؟ فاينل تاتش. ده لبس عقد نطق الفستان، دي كاوة الفستان، وديت لأ. حاجات بسيطة جدا هنا. فاينل تاتشز دي في كل المراحل. فاين تاتش أو فاينل تاتش، فاين تاتش معناها إن أنا لمسات معينة بتغير شكل السنان بالظبط، بتخلي الديجريديشن بتاع السنان من أول اللثة اترسمت صح ولا لأ. ما ينفعش ان احنا نمشي اللثه مسطره، لازم تمشي كده طالعه نازله. لونها ايه؟ لازم لو كان في اي لون غريب لازم يتشال عشان تبقى بينك. اللون البينك هو اللون الصحي الجميل. طيب خلصنا اللثه، علاج العصب لازم يتعمل 10 من 10، مقفل 10 من 10، ما نشتغلش طول ما العيان تعبان
او في عنده اي مشكله لازم نتاكد من الاشعه المقطعيه برضو ان ما فيش اي سنه من دول تحتها خراج. معامل التسوس بتاعك كام؟ خلصت المرحله دي؟ طيب انت هتعمل كراونز مواصفاتها ايه؟ مقفله ولا لا؟ انت عارف ان بيجيلي ناس كتير عاملين كراونز وعلى سرك ومتكلفه والطربوش بيدخل اكل ممكن تحط فيه ضفرك كده تعدي ضفرك فيه. طب ما هو ده مصدر عدوى، مصدر الاكل بيدخل وبيعمل ريحه مش كويسه، مصدر التهاب لثه. الفاينل مش مقفل الطرابيش كويس. على فكره مش مقفله كويس دي ممكن تبقى مايكرونز. نورتي وشرفتي وابدعتي. ميرسي يا دكتور. ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب جامعه القاهره، ماجستير جراحات الفم والاسنان وجراحات الفوجه والفكين، والحاصله على دبلوم الاسبرين لزراعات الاسنان، وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحات الاسنان. كانت قعدتها مبدعه في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.